في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم ودي، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح بكل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أم الدنيا. أحداث كثيرة مرت على بلدنا الحبيبة مصر، ولسه مستمرين في الكلام عن ما حدث في كرم القواديس واستشهاد 31 جندي من أولادنا في الجيش العظيم الجيش المصري وإصابة 38 آخرين. ردود فعل كثيرة ظهرت بعد هذا الحادث الأليم، يعني ابتدى الجيش المصري يشتغل بقوة وعزم، والناس كتيرة جدا من الضباط المتواجدين في مصر بيقدموا ورقهم وطلباتهم علشان يروحوا يساعدوا إخواتهم في سيناء قصاصا لشهدائنا العظماء. لكن قبل ما نتكلم عن أي حاجة حصلت خلال الفترة اللي فاتت في بلدنا الحبيبة مصر، دعوني أرحب بشخصية من القيادات الهامة التي تهتم بالشباب وبمشاكل الشباب وحواراتهم، يتكلم بالمنطق وأفكار مرتبة مما يسهل إقناع محاوري. هو أيضا شارك بقوة في أحداث يناير، وأيضا شارك في ثورة 30 يونيو المجيدة من خلال حزبه. أيضا صاحب رؤية سياسية منطقية تعتمد على معطيات الواقع وتحليل منطقي للأحداث يصعب رفضه. معنا اليوم سيادة اللواء الأمين العام المساعد ومدير المركز المعلومات بمجلس الشعب سيادة اللواء عاصم جنيدي. مساء الخير سيادة اللواء. سهلا. النهاردة حضرتك منورنا. الله يخليك. بداية بشكرك على التقديمة العظيمة دي، وقبل ما أبدأ أي حاجة طبعا بتقدم بخالص عزائي لشعب مصر لأولاد مصر. طيب احنا بس عايزين يعني رؤية شاملة لما حدث في كرم القواديس الجمعة الماضية. على فكرة يعني أكيد حضرتك عندك المعلومة أن ولادنا كانوا بيصلوا الظهر، يعني المجموعة المسلمة اللي موجودة كانت فيهم كانوا بيصلوا الظهر وبعدين حدث ما حدث. كلمني عن هذا الموضوع. هو المعلومات المتوفرة لغاية دلوقتي ما فيش معلومات شبه مؤكدة أو حقيقية أو صدرة ببيان شامل إضافي محدد، ولكن هو يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة فوجئ موجودين في كمين كرم القواديس بسيارة بتقتحم الكمين وبتفجر. أثناء عملية التفجير اتقدمت مجموعة تانية ابتدت تتعامل مع الناس اللي بتعالج في الإصابة.
بعدها عربيات الاسعاف اللي جت فتمام مهاجمتهم. فهذه العمليه عايز اقول لك حاجه، هذه العمليه ليست مصريه. مش مصريه خالص، مش مصريه خالص، لكن طبعا هناك ممكن طبعا عناصر مصريه داخلها، لكن انا عايز اقول لك دي احنا البيان اللي قاله السيد الرئيس يوم تشييع الجنازه يوم السبت وقال انه هناك دعم خارجي. ما دام هناك دعم خارجي فهناك عناصر تمكنت من الدخول وتمكنت من التعامل، لان العمليه عمليه نوعيه جديده لم نعتاد عليها ولم يعتاد عليها الجيش المصري. ولا يمكن ان احنا نلوم او نتهم احد بالتقصير، عشان اصل بعض الاقلام وبعض الناس اللي بيتكلموا هناك تقصير، هناك ما حدش بيأثر في ولاده ولا الولاد بيأثروا في نفسهم. هذه المنطقه هي منطقه حرجه، منطقه فيها ما فيها من مجموعات ارهابيه، النظام السابق وطنهم وجابهم، حدودنا اللي تم انتهاكها من قبل الحمسوية على الجانب الآخر، نشاط الأنفاق اللي موجود، كل ده أدى لهذه العملية اللي أحزنتنا وأبكتنا وأبكت كل بيت مصري. ووعدتنا إن إحنا النهاردة مش في حرب، الحروب ما إحناش في مكافحة إرهاب إحنا في حرب، وكمان ما إحناش في حرب حدود. الحروب بتبقى حروب حدود، دولة بتحارب دولة على حدودها، لكن الحرب اللي إحنا فيها دلوقتي هي حرب وجود، نكون أو لا نكون، يا نبقى أو لا نبقى. وإن شاء الله هنبقى، وهم إلى زوال، والأيام اللي جاية إن شاء الله في خلال 48 ساعة أعتقد إحنا هنسمع أخبار جيدة. أنا سعيد جدا الرسائل الطمأنة اللي بتطلع من القوات المسلحة في الرسائل المصورة، لأن الشعب عايز يعرف اللي بيحصل هناك بعيدا عن ما تبثه القناة الحقيرة طبعا، اللي الحمسوية مدينها برج من عندهم تصور داخل الحدود عمليات الإخلاء لأبنائنا في الخط في الشريط الحدودي، بيحاولوا يزرعوا الفتنة بين المصريين وجيشهم. سمعت إحدى المذاعات على النت النهاردة في قناة الجزيرة بتقول، أرجو إن ما تسمعهاش قناة الجزيرة، بتقول تهجير قصري. شوفي حول حضرتك حاجة، يعني غصب عنهم اتهجروا؟ لا لا، التهجير القسري مجرم بالدستور، تمام، مفيش تهجير قسري. ما يتم هناك نصا وقانونا هو إخلاء طوعي مقابل تعويضات لمنطقة يحتاجها الأمن القومي، ده التعريف الصحيح لهذا الكلام، تمام. فهو تهجير طوعي، واللي هو الحرحور اللي هو محافظ شمال سيناء كان في مجموعة مدخلات، والناس اللي هناك اللي بتهجر دي بيدفعوا بياخدوا فلوس التعويض بتاعهم وبعدين يزال البيت قدام عينيهم. هم راضيين وقانعين ومبسوطين، وما حدش هيقدر يقول ان هم يعني مترددين او يشعروا باخلاء قسري او الى اخره او مش لاقيين مكان. كل مداخلاتهم اللي موجوده على التلفزيون وعلى وناس من هناك وانا اعلمهم واعرفهم وعلى اتصال بيهم، القصه هناك هي قصه اخلاء طوعي لهذه المنطقه عليهم. المنطقه دي اصلها منطقه قريبه جدا، انت عارفه الانفاق اللي اتظبطت في، على فكره بالمناسبه، في نفق اخير اتظبط على بعد 1750 متر. احنا بنشيل 500 متر، انت عايزه بس المسرح ده يا على بعد 1750 متر تم تدمير نفق. اذا في منطقه ورا كمان كان فيها انفاق، ولكن احنا اعتقد القوات المسلحه بتكتفي بال 500 متر دول، وهتشتغل عليهم، وربما تجد شيء آخر. لكن ينبغي تطهير هذه المنطقة، ولما عايزين نعرف ونطمن ان اللي احنا بنعمله صح ولا غلط، لو لقينا الجزيرة والاسرائيليين والامريكان مش راضيين عنه يبقى احنا صح. كلمة قالها قبل كده جمال عبد الناصر بالزبط. لو الامريكان رضيوا عني يبقى انا ماشي غلط. الامريكان المتغطى بيهم عريان، الامريكان يتخلوا عن اصدقائهم في اي وقت طبعا، الامريكان لن يتخلوا عن مشروعهم اللي هم عايزين يعملوه. 3-7 انهت حلم الشرق الاوسط الكبير للامريكان، ودي وارده في مذكرات هيلاري كلينتون طبعا، حد عايز يرجع لها. أيوه. هو انتهى الحلم بتاعهم، ولكن هم مصرين، عندهم دايما لما بيعملوا بلان يعمل بلان ايه وبلان بي. فبلان ايه راح؟ الخطه والخطه البديله، الخطه البديله يعني. فيعمل ايه؟ يعمل بلان بي. النهارده مثلا الاسرائيليين قفلوا لاول مره المسجد الاقصى من 1967 لم يغلق. صح. وعلى فكره بكره عندنا صلاه جمعه هناك،
فايه اللي هيحصل؟ دي نوع من التسخين. ده جزء المؤامره اكبر مما نتخيل. لما كان حد بيقعد يقول لك ايه اللي بتقوله مؤامره ده، تطلع بعض البرامج والمذيعين اللي كانوا يقول لك ايه مؤامره على ايه، واحنا حالتنا ايه عشان يعملوا لنا مؤامره؟ لا، حالتنا ايه عندنا. اللي عايز يقرا يرجع لجمال حمدان ويقرا، يشوف يقرا عبقريه المكان، يشوف الدراسه دي. مصر في سره الارض، في وسط الدنيا. مصر في وسط الدنيا، من غير مصر ما فيش اي حاجه. فاعتقد ان احنا ان شاء الله احنا في حرب وجود، وحرب ضد عدو للاسف جبان وخسيس. لان حتى اتفاق جنيف في معامله الاسر او الجرح، بيحصل الحرب يومين ثلاثه اربعه، بتقف الحرب عشان اخلي جرحايا. ارجعوا لفيلم الرساله اللي عمله العقاد، وشوفوا الحرب بين المشركين وبين المسلمين. لما وقفوا الجيشين قدام بعض، تتقدم القاده وتقدم قاده من هنا، يحاربوا بعض بالسيف، وبعد كده اللي اتقتل يجوا يشيلوا جثته، واللي انتصر يرجع لورا يستنى ويطلع غيرهم. تمام. في فتره لاخلاء الجرح. هم ما ادوناش الفتره دي، دول ضربوا عربيات الاسعاف. اي حقاره ونداله وخسه ووضاع، حاجه صعبه جدا يا سياده اللواء. يعني الاولاد ماتوا عند الكمين اللي موجود في كرم القواديس، وعلشان وسابوا ده كله ورجعوا لمكان تاني علشان اللي جاي يلحق الاولاد المصابين يموتوهم، وعشان كده كتر حالات الاستشهاد. بالظبط بالظبط. هم ما عندهمش لا مله ولا دين، ودول ما هماش لا يملتوا للاسلام بالصله خالص. دول اساءوا الاسلام. وعلى فكره في مقوله الشيخ الغزالي الله يرحمه كان قال ايه؟ قال ان انتشار الكفر في العالم، انتشار الكفر في العالم يتحمل نصف اوزاره متدينون لم يذكر اي دين. تمام. بغضوا الله الى خلقه بسوء سلوكهم وسوء صنيعهم. طبعا. لان انا النهارده لما اقول ايه هو ده دين، يقول لي اقتل. لا طبعا، لا يمكن اطلاقا. مين اللي قال كده؟ يطلع عليا المشايخ، مش عارف مين، وقليل الادب مين، وسافل مين، كل واحد يطلع يتكلم في هوجه وتحليلات وتنظيرات، ويقولوا ده من الاسلام. اسلام ايه يا سيدي؟ ده اسلامك انت، انت حر فيه من وجهه نظره. وجهه نظرك ما تفرضهاش عليا. لما تفرض عليا قبل، لا. ناس اكيد سياده اللواء. الجريده الرسميه اليوم تنشر قرار السيسي بتفويض وزير الدفاع في التعبئه العامه. نشرت الجريده الرسميه في عددها اليوم قرار رئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات وزير الدفاع. نص القرار انه يسري لمده سنه اعتبارا من يوم من اول نوفمبر 2014. يستهدف القرار تفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهوريه لاستكمال احتياجات القوات المسلحه البشريه والمدنيه من القطاع المدني لتقوم باداء دورها وما يناط بها من مهام ومسؤوليات على النحو المقرر لها. تكمله لكلام سياده اللواء عاصم، الجيش بيعوض من يعني اللي هيدي منزله ليه في هذه المنطقة، في منطقة سينا، علشان هدم الأماكن علشان جعلها منطقة عسكرية بالكامل، 950 ألف جنيه 950، وبينقلوهم لأماكن تانية، وكل ده تحت إشراف الجيش. صح يا سيادة اللواء؟ مظبوط. والمحافظ الأموال جاهزة. تمام. رفع. تمام. لكل شخص تقرر إخلاء مسكنه يتوجه لمجلس المدينة. تمام. يتقاضى. هو معمول لها يعني، هو في البعض اخذ 900,000، والبعض اخذ اقل من كده، لانها بتتحسب على مساحه البيت. ومتقسمه المباني الخرسانيه والحوائط الحامله ومن له مساحه من الارض. تمام. لكن كلهم عوضوا بالكامل، كلهم خدوا قبل ما يخرجوا. واظن دي هتنتهي النهارده، لان 300 اسره هم تقريبا 300 اسره تم تعويضها بالفعل النهارده في مدينه رفح. ده اتفاق اهو، يعني الخبر واضح وجاي في الوطن، اتفاق بين الاهالي والمحافظه، محافظه شمال سيناء. يعني الموضوع رسمي جدا، والموضوع الاهالي راضيه ومبسوطه ومفيش اي مشكله. بالاخلاء مقابل الحصول على قطعه ارض في منطقه الاحراش تبعد حوالي 7 كيلومترات، والحصول على شقه سكنيه وتعويض مادي مناسب بيعادل الحته اللي هو سابها او المكان اللي هو سابه. وحتى اللي مش لاقي سكن بيدوا له ايجار شهري 300 جنيه لمده 3 شهور لحين الحصول، لغايه ما يلاقي سكن يقعد فيه، لغايه ما
يعني الجيش مسيب ولاده. وعلى فكرة ولاده. عايز أقول لك على حاجة، أهل سينا دول من أطيب الناس اللي ممكن نتعامل معهم. أهل سينا دول اللي عاشت في وسطهم منظمة سينا العربية من 67 ل 73 طبعا. أهل سينا دول اللي ادونا رجالتهم وناسهم وخبوا عندهم قوات الاستطلاع بتاعتنا اللي كانت شغالة. أهل سينا دول أنا اتعاملت معهم سنة 79 لما كان الرئيس السادات بيستلم، كنا بنستلم العريش. رحت وقعدت في وسطهم لمدة أسبوع قبل رفع العلم المصري على العريش. رحبوا بينا أيام ترحيب وقابلونا أيام استقبال طبعا. وكل واحد كان في بيته علبة كده صغيرة فيها بعض ذكرياته من زمان، فكل واحد في بيته جاب العلبة وفتحها فيها القرش ساغ اللي هو العشر مليمات. طبعا محدش دلوقتي عارف العشر مليم دي بتبقى ايه. هو عشر مليم قرش ساغ أحمر كده نحاس مشرشر، والنص فرانك ده اللي هو قرشين ساغ مسدسة، والخمسة ساغ الورق. وبيطلعوا الورق ده وبيقولوا والله رجعت زمان، وحنلبس البوبلين وحنعيش مع بلدنا مصر والآخر. الكلام ده كله كان من أهل سينا. في أهل سينا بينهم فيهم ناس في قمة الاحترام وقمة الوطنية أكيد. ولكن هذا لا يمنع أنه ممكن اندس بينهم غرباء أو انحرفوا. الانحراف موجود في كل، هو الانحراف موجود في اي مكان. فلا يمكن باي حال من الاحوال نتخذهم بجريرتهم، بجريره ناس دول. زائد عايز اقول لك على حاجه، اهل سينا تعرضوا لمظالم. اهل سينا تم معاملتهم في بعض الاوقات معامله سيئه. المعامله السيئه دي جت ازاي؟ دي جت اقول لك بمحض الصدفه. تمام. هم كانوا من 67 ل 73 بيتعاملوا مع الجيش، مع القوات المسلحه. الجيش بطبيعته هو بيقعد في الصحراء واخد على الحياة دي، عاش معاهم وعاش في وسطهم وعرف عاداتهم وتقاليدهم. هل تعلمي ان من عاداتهم ومن تقاليدهم ان كل بيت عندهم له حرم 100 خطوة؟ كل بيت عريشي او في سينا حرم. عنده حرم 100 خطوة. بمعنى ايه ست اليوم؟ حوالين البيت منطقة فاضية بمسافة 100 خطوة. يعني البيت و100 خطوة داير كده قطر كده، ده البيت بتاعه، ده ال100 خطوة. اللي عايز يزور البيت ده بيجي من على الحدود دي ينادم على صاحب البيت. لو سمح له بالدخول يمر اهلا وسهلا. لو ما سمعوش او تقدم جوه المنطقه دي وتم ضبطه في حته منها، تتعدى عدد خطواته من بدايه ال100 وكل خطوه بجمل. تقاليد ناس بيحترموا خصوصيته. فلما ابتدت المناطق في سيناء تخضع للشرطه المدنيه، الشرطه المدنيه ما اشتغلتش في المنطقه دي. تمام. اتنقل للمناطق دي، كان فيه خطا في اداره الشرطه زمان. كان الضابط اللي مغضوب عليه يوده هناك. طب الضابط المغضوب عليه يعني ضابط مش كويس. تمام. طب توديه هناك يشتغل، ما هيشتغل مش كويس. فيبتدي يطبق اجراءات لا تتماشى اطلاقا مع اخلاقيات هذه المنطقه. بمعنى الضابط الفاسد هنا في مصر لما يروح يجيب واحد من بيته وما يجي ما يلاقيهوش ياخد اخته. هناك لا، ما تنفعش دي. دي تبقى مشكله بقى. طبعا. انك تعمل كده دي مشكله. فهو كان بيتصرف يعني. وده خطا، ده خطا عاش فيه بعض. بيروح بقى هناك بعض ضباط الشرطه. فأساءوا ليهم. وبقت العلاقه علاقه سيئه، وبقى في نوع من الغضب انعكس على اهل سيناء ضد الشرطه. فهو المطلوب دلوقتي، المطلوب انا بطلب من القوات المسلحه ضباط الجيش القدام اللي خدموا في سينا، يا ريت يروحوا يزوروا المنطقه دي ويجمعوا الناس اللي هناك، وهم العشائر والقبائل عارفينهم بالاسم. يعني ضباط الجيش اللي اشتغل في المنطقه دي وبالذات مع منظمه سينا العربيه هم عارفينهم كويس قوي. بس طيب تخيلوا هم بيخلوا المنازل في شمال سينا، وجدوا 200 نفق. 200 نفق، ومش يعني مش كده في الشارع او في، لا 200 نفق جوه المنازل. اصحاب المنازل دي طبعا لم يتم تعويضها لانهم خلاص قبضوا من زمان لما الانفاق مفتوحه، واللي بيعدي من النفق كان بيدفع كويس قوي، فمش هيتم تعويض هؤلاء الاشخاص باي شيء، وهيتم هدم منازلهم. لكن نتخيل ان في 200 نفق داخل المنازل، مش بس داخل المنازل، داخل المساجد ودور العباده، تم ايجاد نفق داخل المساجد، احد المساجد في رفح. نشوف لو معانا الفيديو، احنا معانا فيديو بظهور هذا النفق لو جاهز معانا.
تحت المحراب تحت مكان الامام. ايه رايك ايه راي حضرتك؟ لا لا رخص 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 يعني جوه، يعني العسكري كان بيشيل المحراب اسمه السجد محراب. المحراب اللي السجاده او المكان الموجود في الجامع وبيلاقي نفق تحته عشان يوصل لحته ثانيه بعيده خالص. هل ده يعني يعقل داخل المساجد؟ بصوا حضراتكم قدامنا على الشاشه، هو معانا يا سياده اللواء بيرفع المحراب وبعدين السجاده اللي في المحراب، المكان ده اللي بيصلي فيه الامام، هو ده امام الجامع يعني تحت كمان تحت امام الجامع اللي هو الامام بيصلي في الحته دي، الناس تقف وراه يصلوا، وهو بيشيل السجاده اللي قدام الراجل. بالزبط. مكان لا تتخيل انه ممكن يكون فيه كده، يعني هو بيخش يصلي وبعدين يسحب السلاح ويطلع يموت الناس. لا ولسه في كمان جوه المفروض في الحمامات كان فيه موجود وفي خلف المسجد كان موجود، اصلها تجاره عشان كده الناس كتيره قوي وجنسيات كتيره قوي دخلت عبر الانفاق دي في وقت المعزوم. نيفين كان في ناس بتطلب في غزه تتكون من مصر من العريش، هي دي حاجه جميله قوي اقسم بالله، والفيديو موجود، كانوا بيطلبوا من مش عايز اذكر الاسماء اللي بتطلب المحلات، لكن هي محلات تيك اواي من العريش، كانوا بيروحوا ياخدوا الاكل ويودوه من الانفاق. امبارح في صوره العريس وعروسه، العروسه من هنا ده قعدوا بدله ما هي بدل، وعلى اخونا يوسف الحسيني اول امبارح مع سميره الطصف في البرنامج بتاعه عمل اتصال مع واحد مسؤول عن الانفاق وطلب منه انه يحركه. قال له بس المصريين قافلين الدنيا هناك دلوقتي قوي، قال له انا لازم امشي عشان الرجاله عايزيني. وكانت الاتصال على الهواء موجود تجربه، يعني ال 200 واحد المسيطرين على الانفاق بارقام تليفوناتهم كان جايبهم سمير وطاس، الراجل انسان محترم، هو باحث في الشان الفلسطيني فكان جايب كل الاسماء دي موجود. طيب الجيش شغال بايده واسنانه في كل حته، الجيش يدمر 6 انفاق جديده ويضبط قاعدتين لاطلاق قذائف الهاون في سيناء. الجيش شغال مش بيرتاح، احنا ممكن نكون نايمين جوه بيوتنا ومتدفيين والدنيا تمام وولادنا معانا وكل حاجه، والجيش واقف سهران محروم من عياله ومحروم من والدته محروم من كل الناس، واقف لخدمه الوطن ده ومعرض لاي وقت، يعني الواحد منهم بيخرج مش عارف راجع امتى، ويا رجع في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي يا اما ما رجعش. هقول لك حاجه، اتفضل يا سياده. كل ابناء الجيش المصري، علشان كده انا بكره اي حد او اي انسان يتكلم ويقول عسكر، مفيش عسكر، ما عندناش عسكر. ما انا عايز اقول لك ليه. الجيش المصري جيش وطن اكيد جدا، المنضمين ليه من الجنود بيؤدوا ما يسمى بضريبه الدم. ضريبه الدم، مش داخل عشان ياخد اجره. انت عارف العسكري زمان كان بياخد كام؟ كان بياخد جنيه وربع سنة 67 68 جنيه و25 قرش في الثلاث سنين اللي بيخدمهم. يعني كان الضابط بنروح ناخد عشان نقبض العساكر، انا كنت في الامن المركزي فكانوا يدونا الفلوس السريه وانا ملازم على 73 عشان اخد فلوس السريه بتاعتي، السريه فيها 100 واحد بيدوني يمكن مثلا 100 جنيه من 300 400 جنيه ولا حاجه عشان اقبض السريه والسريه اللي جنبها. يعني فما ما بياخدوش فلوس. عايشين في ظروف بالغه السوء. يعني ناس اتخلت عن كل سبل الرفاهية، دول ما بيتفرجوش على تلفزيون زينا، ما بيسمعوش اغاني زينا، ما بيسمعوش حاجه. دول ناس قاعدين حياتهم حمايه الوطن. ما يطلعش بقى واحد يقول ايه؟ لا دول اصلهم مش عارف ايه. لا ده اصله عسكري مش عارف ايه، ده غير مقبول. ده غير مقبول. احنا في حرب، وزي ما قلت لك هي حرب وجود، وينبغي على كل الشعب المصري، كل المصريين انها تقف جنب جيشها. زي ما وقفنا جنب جيشنا في سنة 73 هزم في 67، ورغم كده كنا نرجعه على انه لان الجيش ما تهزمش، والكل دخل حرب 73. نيفين سنة 73 اقسام الشرطة لمدة 15 يوم لم تحرر محضر مشاجرة بين اثنين مواطنين مع بعض، الناس كلها بتحارب. دفتر احوال الاسم بيبتدي صباح الخير افتتاح فتح حضر المأمور وحضر الضابط ومش عارف ايه وشوية الارقام، والساعة 3 هيغير النبطشية والساعة 10 هيغير النبطشية، مفيش اي بلاغات، مفيش حد مفيش عربيه خبطت عربيه، مفيش مخالفه اسم، مفيش حد رمز بال. وكنت بتمشي في الشارع تلاقي طفل صغير او شاب صغير ماسك منديل في ايده بيلم فلوس. بتديها له وانت بنفس راضيه، والفلوس دي بتروح للمجهود الحربي. شوفي ام كلثوم من سنه 67 لما كانت بتعمل حفلاتها وكانت بتحط المنديل بتاعها يحطه مساغ الناس. مساغ الستات اللي كانوا بيتفرجوا عليها عشان الحرب. عشان احنا عشان نحرر ارضنا.
73 كانت العزه والكرام لمصر واستعاده الارض. الارض غاليه قوي طبعا، ألم طبعا، بس مين عارف انها غاليه؟ للاسف في ناس عايشين في وسطنا هنا مش عارفين ان الارض ولا يعرفوا. طبعا يا ست الرئيس بيوجه ثلاث رسائل طمانينه لاولاده في رفح، فتح سكان الشريط الحدودي، منح سكان الشريط الحدودي لاخلاء منازلهم وتعويضات عادله، وقايل لهم كمان احنا مش ناسينكم ما بننسكوش، والتعويضات لن تشمل طبعا المساكن اللي فيها نفق. هم قبضوا، الناس دي قبضت وقبضت كتير قوي، فاعتقد مش محتاجين. اللي محتاج هو اللي هيتم هدم بيته هينتقل لمكان تاني. طيب في فيديو ظهر يا ست اللي هو حابين نعلق مع حضرتك عليه، احنا مش هنعرض الفيديو واكيد حضرتك عارف. الفيديو ظهر لمجموعه من المجندين لابسين لبس جيش وعمالين يضربوا بقى في شويه مدنيين، اتنين بالظبط بيضربوا اتنين مدنيين، وقالوا يا جماعه الفيديو ده ظهر علشان هم الناس المدنيين دول كسروا حظر التجوال، وبناء عليه تم ضربهم بهذه الطريقه البشعه. الضرب كان صعب جدا للمدنيين، ولكن اتضح من هذا الفيديو ان هو فيديو مفبرك وفبركته جماعه الاخوان المسلمين علشان تلصق التهم بالجيش المصري العظيم. وطبعا احنا عارفين ان دي مش اول مره يعملوها، جابوا لقطات حيه من داعش كانت لابسه لبس الجنود. الفيديو فيه كذا ملحوظه على فكره يمكن حضرتك خدت بالك منها يا ست اللواء. اولا العساكر اللي هم بيقولوا ان هم عساكر المفروض لابسين، اسفه يعني في اللفظ، شبشب، مش لابس البياده. العسكري لما بيلبس لبسه او الزي الكامل بتاعه بيبقى اللي هو البدله العسكريه الخاصه بيه، والبياده كلنا عارفين ان البياده لازم العسكري يمشي بيها، فظهر الفيديو من غير البياده. كمان ظهر الجنود اللي هم بيقولوا على نفسهم جنود بدقن طويله وفي شنب وحاجات فظيعه جدا عملوها في الاولاد علشان طبعا الصاق التهمه بالجيش المصري العظيم. تعليق شوف ان جينا شفت الفيديو ده امبارح خدت لانه دي مش اخلاق الجيش المصري طبعا. احنا لما جبنا عساكر جوري ده اسير اسرائيلي معلش الاسرى كلهم بس حط ايدك في دماغك خلاص واقعد على ركبك بالظبط وتعامل تريد جينيك لمعامله الاسرى. اللي لما بيقولوا ان الفيديو ده كانوا دول كسرين حظر التجول. تمام. الفيديو ده متصور بالنهار. حظر التجول بالنهار. بالظبط. فكانت المفروض الدنيا تبقى يعني هي خمسه بتبقى مليله جدا او يعني خمسه وربع خمسه ونص بكتير. بالظبط. الفيديو مش متصور بكاميرا تليفون، ده متصور بكاميرا اتش دي. واضحه جدا. العساكر اللي موجوده عساكر شعرها طويل. احنا عساكرنا مش شعرهم طويل. لازم يبقوا شعرهم مفيش خالص. عساكرنا مش بيسموها ايه؟ بوني تيل ولا تيل بوني ولا بيسموها ايه؟ اللي هو ديل الحصان يعني. ايوه مش كده؟ مش بوسطه يعني. ما عندناش عساكر بوسطه ولا عساكر سيسه. ايوه. عساكر رجاله. طبعا. مفيش عسكري دقن طويل. مفيش عسكري بيقعد بشبشب. طبعا. مفيش منطقه احتجاز يبقى فيها كمان ناس واقفين بره بجلاليب بدو كده واقفين يعني احنا عندنا منطقه احتجاز وموقفين ناس تتفرج علينا. وشويه مدنيين ولد مدني على كتفه شنطه ومدلدله. فهذا الفيديو انا اؤكد واجزم. واليوم السابع قالت ان هو فيديو مفبرك خلاص النهارده يعني. بص اقول لك على حاجه. لو رجعت افلام الخونه دول الارهابيين دول اللي لازم يطلع قانون قرار بقانون رئيس الجمهوريه باعتبارهم جماعه ارهابيه. طيب عشان النقطه دي عايزين نتكلم فيها. هنتكلم فيها بعدين. تمام. لكن اللي اقصده ان لو شفتي بعض الفيديوهات اللي كانوا بيصوروها الجثث بتتحرك فاكراها؟ وتحت القماشه بيقول له يعني ايوه فعلا الصور الثانيه اللي كانوا بيصوروها فهم مش غريب عليهم يرتكبوا مثل هذه الموبقات لكنها لن تخيل على الشعب المصري. الشعب المصري بتسخره الازمات. الشعب المصري بيدوب في الازمات. عارفه الشعب المصري ده عنده ايه؟ بيطبق مثلا يقول لك ايه؟ لو شفت بيتك بيولع واذان والاذان بيدن. اللي هيدعوك للاذان ده خايف. اللي هيقول لك تعالى صلي ده خايف. عايز بيتك يولع. عايز بيتك يولع. فلا اطفي بيتي وبعدين نتفاهم. صح. احنا عندنا مشكله؟ عندنا مشاكل. مفيش مشكله. مفيش بلد مفيش مشكله. عندنا
احتياجات، عندنا رؤى، عندنا حاجات كتير نقعد نتكلم فيها. بس وقت ما يبقى البيت والارض والعرض والوطن مفيش كلام تاني، هما الاول نسكت، دول الاول نسكت. بس صح صح يا ست اللواء. طيب احنا عايزين نتكلم عن حماس بقى. حماس حماس. بس عايزين قبل ما نتكلم عن حماس نتكلم عن اعتبار الدوله جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. شوفي هو صدر القرار، صدر القرار بحل الجماعه وصدر القرار بحل حزب الحريه والعداله من ثم الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين. وانا كنت بتاذى قوي لما اسمع الكلام الذراع السياسي، والذراع السياسي لحزب النور السلفي، والذراع السياسي اللي مش عارف للجماعه الاسلاميه. كم ذراع؟ كم ذراع؟ ايه وذراع؟ دي ازرع عايزه قطعه. فاللي صدر حل جماعه الاخوان المسلمين، حل حزب الحريه والعداله، والنهارده حل تجمع مش عارف ايه الدعم الشرعيه وحزب الاستقلال بتاع العبيط المعبود مجدي حسين اللي كان طلع في المؤتمر بتاع سد النهضه وقال له نبعت طياره ومش عارف ايه، ده متسجل ده على الهواء. عارفينه مجدي حسين ده؟ ايوه ده مجدي حسين والتاني وايمن نور. ايوه بالظبط بالظبط. فالمجموعه بحل. لكن يا جماعة علشان نقدر نشتغل صح، عندنا ماده في فنون العقوبات اسمها الماده 6، ماده 6 بتعرف الجريمه وبتتكلم عن وضوح تام وبتتكلم على الانضمام والانتماء لجماعه. الحاله دي بتخلص العقوبات عليها وبتعامل معامله شديده الوعوره يعني. فالنهارده جماعه الاخوان المسلمين دي المملكه العربيه السعوديه اصدرت ملكي باعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. احنا لو صدر عندنا هذا الكلام ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه خلاص، يبقى كل واحد يقول لي انا اخواني يبقى ارهابي. اي واحد منتمي للاخوان يقول انا ارهابي، يتنصل منها ويخرج من فكرها. على فكره فكر الاخوان متغلغل جواهم، هم اصلهم دول عاشوا حياه كل خمسه الاسره والعشيره والبيت وقصه شديده التعقيد، والاخوان ما يتجوزش الا اخوانيه، واللي ما يتجوزش ده يبقى فلوط. يعني حياه هم عملوا نفسهم في جيتو، الجيتو ده جيتو ارهابي لازم نخلص منه. فينبغي على السيد الرئيس ان يصدر قرار بقانون باعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، وكل من ينتمي اليها طبق عليه نصوص الماده 86 من قانون الاخوان. لكن القرار اللي صدر من الحكومه وقت فض اعتصام ربع والنهضه باعتبار جماعه الاخوان، لا ده قرار وزاري، ده قرار وزاري وكان الببلاوي بيرجع فيه كل شويه، ولما يقولوا له يقول له طلع قرار ايه، وفي الاخر لما طلع من عندهم من مجلس الوزراء وما اتنشرش في الجريده الرسميه. بالظبط. لا 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 يعني لا. يعتبر لم يفعل هذا القرار. بص بص بص، احنا الفتره بتاعت رابعه دي كانت فتره ضغوط على الدوله. للاسف استمرار الاعتصام بتاع رابعه للفتره دي كلها كان اكبر خطا، كان ينبغي فض هذا الاعتصام يوم 3/7 الكامل، تم فضه فورا عشان ما نبطلش بقصه المظلوميه والفيلم اللي بيعملوه ده. اما وانه استمر وانه قعد كده، لكن كان داخل الحكومه وداخل اجهزه الحكم في مصر في الوقت ده بعض المترددين الخائفين المرتعشين اللي عينهم على الغرب. طبعاً. بقول لهم عينكم على الغرب، الغرب لن يرضى عنكم حتى تتبعوا ملتهم. طبعاً. الغرب لن يرضى، لا هيرضى بده ولا هيرضى بده، ولو فضيت على الغرب هنتحرق احنا من جوه هنا. احنا لا علاقه لنا بالغرب، احنا كل الغرب اللي بيجيبه لنا زفت، كل اللي بيجي من الغرب زفت. خلينا نعيش احنا نقدر نعيش ونقدر نعيش. كنت زمان بقول اللي هيحكم مصر ده لازم يبقى انسان يثق فيه الشعب، يصدقه لاول، يصدقه. اصل المصريين دول لما ما بيصدقوش حد ما بيعملوش حاجه، لا محتاجين حد يصدقوه، وده باين الفتره اللي فاتت بالظبط كده، ويقول لهم مشاكلنا ايه ويقول لهم حالتنا ايه، عشان لما اقول لهم انا هربط الحزام على بطني يبقى هو ربط حزامه على بطنه الاول. عشان احنا كمان نربط الحزام على بطننا، مفيش مشكله. شعبنا شعب قوي، ما نبصش للغرب، مش عايزين من الغرب حاجه، علاقتنا بالغرب بكره يفهموها. في كان زمان في مقوله كده عن عمليه الفهم للواقع. في ناس بتفهم بسرعه وفي ناس بتفهم بعد شويه، وفي ناس مش عايزه تفهم. فاحنا بنتعامل مع غرب هو مش عايز يفهم، ان هو في مخه حاجه واحده، هو في مخه مشروع عايز يعمله. انا الحتت البلاد دي انا لازم اكسرها ولازم اكسرها براحتها كده، اخد ثرواتها. على فكره هاتي خريطه للعالم وحطي عليها مناطق البترول او الثروه
وهاتي شفافه تانية حطي عليها برضو خريطه مصر، خليها خريطه العالم، وحطي عليها مناطق الاضطراب وحطيهم على بعض ومركبين على بعض. يعني هتلاقي في العراق عشان البترول، هتلاقي في سوريا عشان كذا، هتلاقي في افغانستان عشان القوقاز، هتلاقي في كل مكان، كل منطقه فيها ثروه عليها مشكله، عندها مشكله. العالم هو مش هو عايز كده، مش عايز العالم العربي ده او المنطقه دي كلها. لازم يقعد تقسيمها سايكس بيكو جديده، كل حته تاخد لها حاجه، ما فيهاش جيش، خلصوا على كل الجيوش، ما عندناش الا جيش. صح مش كده؟ صح. بس طيب حماس، حماس شوفي حماس دي فرع من الاخوان المسلمين باعترافهم من غير ما يقولوا حاجه. الماده الثانيه في الميثاق بتاع حماس بتقول ان حماس هي فرع الاخوان المسلمين، فبالتالي ولائهم لمرشد الاخوان المسلمين اكيد، فهم وحلفين له البيعه، والبيعه مسجله وليهم فيلم كامل، وهم بيقروا بيبيعوا المرشد كلهم. فهم اخوان وهم ضد ما حدث في مصر في 3/7 3/37. وبعدين على فكره هم ضد الفلسطينيين نفسهم، احنا حزانة على الفلسطينيين اللي عندهم. على فكره حماس غزه فيها 1,800,000 فلسطيني، بتسيطر عليهم مجموعه حماس دي، و2005 راحوا رموا الحمسويه من فوق المباني ايام ما كان المعبر شغال وكانت الدنيا شغاله والسلطه الفلسطينيه هي اللي متوليه بعد اوسلو 2 وعرفات وحصار عرفات والقصه دي كلها. فكانت حماس الناس عايشه فيها محترمين قوي، الى ان جاءت حماس واستولت على غزه وعملوا انتخابات مزوره. وبرده لما عملوا الانتخابات هم كسبوا، لان الناس كانت بتتوسم بالظبط زي ما حصل عندنا في 2011، الناس توسمت فيهم، الناس دول بتوع ربنا، طب نجيب الناس بتوع ربنا نشوفهم، طلعوا بتوع ربنا ولا حاجه، دول طلعوا بتوع الشيطان طبعا. فعملوا اللي عملوه ده وقعدوا سيطروا على القطاع وعايشين بمظلوميه القطاع، وكل الفلوس ياخدوها. انا بستغرب المؤتمر اللي احنا عملناه هنا في مصر عشان نديهم، عشان نجيب دول منحه تعمر المكان ده، هو انتوا كل ما تكسروه تجيبوا الناس تديكوا فلوس تصلحوا؟ طب ما انت اللي بتكسره. يعني عامل زي اللي عارفه الراجل اللي كان محمد صبحي بيشيله كده ويقول له ما تقدرش. ايوه هي الحكايه كده، انت ما تقدرش، الحل لابد ان يكون حلا سياسيا. راح زمن الحرب، الحرب زمان كان فيه حرب، دلوقتي بقت حرب اتاري، ده الناس بتقعد تشتغلها كده هم قاعدين. انت هتعمل ايه؟ بتضرب لي كام صاروخ؟ موقع يعني انت بتكلمني على انك اطلقت كذا صاروخ. انا ليه واحد قريبي حاطط على الفيسبوك بتاعته ايه؟ وانتصرت غزه. انتصرت في ايه؟ طب ما تيجي نقيسها بس، اصل يعني الانتصار والهزيمه بتبقى عمودين كده. ايه مكاسبك وايه خسارتك؟ انت خسرت، انت خسرت مدنيينك، هو ما ماتش منه حد، هم استخبوا تحت في الانفاق. اللي ماتوا الغلابه، الفلسطينيين الغلابه اللي لما جم يخرجوا في حركه زي تمرد عندنا ضربوهم في رجليهم بالرصاص وعجزوه، مش كده؟ فينبغي الناس دي لازم تسيب المكان ده، ولازم الفلسطينيين دول يقعدوا مع بعض يحلوا المشكله دي ويعملوا انتخاباتهم، ويبقى في ضغط على القصه دي عشان تنتهي. واعتقد ان حماس في الفتره اللي جايه هتتلقى ضربه قويه جدا من عند ربنا، يعني خليها من عند ربنا، هي مسهل نأمن ذلك، خليها من عند ربنا. نتمنى كده. طيب لان ربنا مش هينصر ابدا الخوارج. صدقني دايما اقول ان يعني حتى اللي حصل في مصر من موت اولاد كتيره، مش بس بتوع الجمعه اللي فاتت ده، يعني على الفتره اللي فاتت مديريه امن القاهره، مديريه امن الدقهليه، الولاد اللي في رفح مرتين في رفح، في رد جاي من عند ربنا طبعا، في رد طبعا يكون قوي جدا من عند ربنا طبعا طبعا. هم النهارده قصه الانفاق دي هتقفل عليهم الدنيا خالص. هم النهارده بيصرخوا، بيقول لك انتوا كده بتساهموا في حصار. انا مش عارف ايه البجاحه، يعني مفيش ابجح من كده. طب ما انت عندك معبر رفح، هو نفتحه لك. معبر رفح على فكره لما قصه قفله وفتحه، لان معبر رفح بيخضع لاتفاقيه المعابر. اتفاقيه المعابر دي لما اتعملت بين السلطه الفلسطينيه ومصر بوساطه الاتحاد الاوروبي، وعلى ان يدار المعبر من الجهه المصريه مصري، ومن الجهه الفلسطينيه السلطه الفلسطينيه وليست حماس. وفي المنطقه الوسط الاتحاد الاوروبي اللي كان بيتولى مراقبه اللي داخل واللي خارج. لما حماس اخذت الحته دي الاتحاد الاوروبي انسحب من المكان، لان بقى الطرف الثاني مش موجود، فبالتالي المعبر ده اتقفل. ولكن مصر كانت مستمره انها بتفتح المعبر للحالات الانسانيه وتسمح بمرور. هو مش معمول عشان البضائع، هم على فكره عندهم 6 معابر. منهم مثل ما كفر ابو سالم ده من عندنا، يدخل من عندنا. عندهم العوجه، عندهم معابر كتير، منهم 3 معابر ليهم علاقه بمصر قريبه على الحدود بتاعتنا. لكن المعبر الوحيد المباشر اللي هو يدخل من مصر عليه على طول هو رفح.
لكن كفر ابو سالم اللي موجود هو لازم يعدي على الاسرائيلي، هو مش عايز يعدي الاسرائيلي عشان عايز يعدي حاجات ثانيه. كويس. فهو النهارده بيعمل الانفاق دي، والنهارده بيلطم يقول لك انتوا كده بتعزلونا. بنعزلك يا قليل الادب. بعزلك وانا بامن ارضي. مش عاجبه. القوات البحريه بتاعتنا موجوده دلوقتي على الناحيه الثانيه، لان هو عايز يشتغل تهريب من الناحيه الثانيه، والقوات البحريه الاسرائيليه محاصره من الناحيه الثانيه، لان هو عايزها قصه تهريب. هو لو يقول هو عايز ايه، يقول هو عايز ايه ويشتغل كويس، لكن لا مش هيستمر. فحماس دي ان اجلا او عاجلا الى زوال فكر جماعه الاخوان المسلمين وفكره ما يسمونه باستاذيه العالم والخلافه ولا اخر الكلام ده مش موجود، فهم حينتهوا قيادتهم هي زي ما انت شايفه، اللي قاعد بره واللي قاعد جوه واللي قاعد في الانفاق واللي قاعد بيتكلم واللي قاعد مسجون واللي قاعد مسجون، كل القصه دي هتنتهي. الحمسويه بتسهل امور لقناه الجزيره. طبعا في الحمسويه، انت لو شفتي في القناه الجزيره قناه الزفت كانت بتذيع امبارح عمليه ازاله البيوت، فانا فوجئت بالفيلم ده، بس عمال بص كده حاولت اشوف الزاويه بتاعته، فاكتشفت ان هو من داخل الارض بتاعت غزه، اصل المسافه 500 متر، هتركبي عليها كاميرا بزوم مثلا هتجيب 40. الصوره واضحه هتجيبها، فكانت بتصور وبتجيب الكلام ده، وكانت مسهله لهم وعامله لهم اس ان جي بيشتغل بيها وطاير على في السماء، فمسهله لهم انهم يصوروا هذا الكلام. مفيش مشكله ما يصور، ما احنا فعلا بنخلي الناس. أيوة. اخلاء طوعي. بنهد البيوت. بندفع تعويضات. اعمل اللي انت عايزه. يقعد غني اللي انت عايزه، ولكن هم دايما بيعتمدوا على مقوله واحده، التهجير القسري. بالظبط. انا الفيلم بس اللي ضايقني وزعلني، فيلم تاني كانوا جايبينه لمنطقه المنطقه اللي حدثت فيها الحادثه. ايوه جابوها فعلا. انا كتبت على الفيديو ده حاجه واحده، لو كان هذا الفيديو صحيحا احنا عندنا مشكله بجد، مشكله كبيره. بس نقطه ممكن نفسر؟ لا. طيب يفهموا دي بتوع امن، بتوع عسكريه، يعني يفهموا كلمه لدينا مشكله. لدينا لو كان لدينا هذا الفيديو اختراق، مش هقول اي حاجه. طيب. انا هقول لك لدينا مشكله، والمشكله بجد مش هزار. طبعا بس. طبعا لو وصلت، لو يعني بالفعل مش هكمل تاني، خلاص نقطه من اول السطر. تمام ساتش اللي تقول عليه. طيب تقارير سياديه خلال اليومين اللي فاتوا بتحذر الرئاسه من تفجيرات ارهابيه بالقاهره، وده شفناه في مناطق كتيره الفتره اللي فاتت، قنابل مزروعه في كل مكان في القاهره، في طنطا، في القليوبيه، في المنوفيه، والجديد ان كان في قنبله تقريبا امبارح او اول امبارح في احد مدارس الراهبات بالفيوم، واخلوا المنطقه واخلوا المدرسه من الطلبه واخلوا المدرسه من كل الناس، وكانت جنبها كنيسه كاثوليكيه تم اخلاءها بالكامل لحين ابطال مفعول هذه القنبله. تعليق سيادتك. شوفي القصص دي مش هتنتهي، مستمره، مش هتنتهي. واحنا مستمرين في عمليات ابطال قنابل كتير قوي، بس القنابل اللي بتعمل دي دلوقتي سياده الاولي، ما نقولش احنا يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي مستمرين في ابطال القنبله، ليه ما لحقش يعني، ليه ما عملش تمشيط؟ هقول لك حكايه القنبله ايه، وليه انت بقى تمشيط ولا مش تمشيط. تمام. القنبله دي بتبقى في كيس بلاستيك اسود او ابيض او سوبر ماركت، اي حاجه عبيطه يعني. الولد بتاع طنطا بتاع مولد السيد البدوي طنطا، هي الصوره جابته هو ماشي وراح فجاه جنب الشجره حطها وراح ماشي بسرعه. كيس. طيب لسهوله تصنيع هذه القنابل، او مش هنقول قنابل، دي هنقول اي حاجه يعني. هو اصلها ايه؟ ده شويه مسامير على شويه اسمنت يعني، مش عايز اقول لك تفاصيلها. انما اي عيل من الشارع يقدر يعملها دي، ما فيهاش مشكله خالص. فضعاف النفوس اللي بيعملوها، اللي مش حاسين يعني ايه وطن، يعني ايه انسان. عارفه من ضمن في خطط الاخوان زمان في الخمسينات كان ايه؟ تفجير القناطر الخيريه. ياه. كان من خططهم ناس في القناطر الخيريه. عارفه ناس في القناطر الخيريه معناها ايه؟ اغراق الدلتا. اغراق الدلتا باهاليها، ما هم طز في مصر مش كده؟ ما عندهمش دي. فلما تقولي لي النهارده القنابل هتيجي كتير، واحنا بنبطل كتير، في 45 قنبله تم ابطالهم في مدارس مصر الفتره اللي فاتت. وكتير قوي بيتزتوا وبيتفرغوا، وعندك ناس شغاله، لكن مش هتقدري فجاه عيل بتلات تعريفه ما تعرفيش هو منين، روح حط الكيس ده في الحته دي وسيبه. عايزه ايه بقى دي؟ عايزه من كل مصري وكل مصري ياخد باله وهو ماشي، يشوف اي حاجه لازم يبلغ عنها.
ده دلوقتي شوف شيء غير عادي فعلا. يبلغ عنه فعلا. القصة دي الغرب بيتعامل معها ازاي؟ في انجلترا مثلا عندهم عدد كبير مهول جدا من الكاميرات في الشوارع، تقدر ترصد كل بني ادم موجود عليهم، كل تحركات، وبيستعملوا تكنولوجيا حديثة اسمها السلوك. يعني البيهيفير. الشخص المفروض انه ماشي خلاص، ده بني ادم ماشي تمام، لكن لو كل ما يمشي يروح واقف، كل ما يمشي يروح واقف، يمشي ويرجع يمشي ويرجع، الكاميرا تروح واخده ده وعامله له يعني مسحاه وعارفاه، وتبتدي تدور عليه في كل الكاميرات اللي خدته في كل مكان تاني، تشوف راح فين، ايه صاحبنا ده، ايه حكايته. زي ما حصل في دبي في قضيه سوزان تميم، والراجل جابوه من كل مكان، جابوه على طول، المبحوث جابوه بنفس الكلام. فدي نقص في الامكانيات. احنا ما عندناش نقص في الرجال، لا طبعا، لكن عندنا ضعف ونقص في الامكانيات. الشرطه ما زالت تحتاج لامكانيات ضخمه، تحتاجها. شوارعنا كتير، ناسنا كتير، عاصمتنا زحمه، احنا 90 مليون. انا بكلمك على دبي، على نص مليون واحد قاعدين في دبي، مش كده؟ مليون طبعا. مليون ونص، كل دبي بالابو ظبي كلها مليون ونص. لان بنتكلم مليون ونص دي عندنا، ما تجيش دايره صغيره، ما تجيش شبرا. شبرا مين؟ انت عندك شبرا 8 مليون. صح، مش كده ولا ايه؟ صح. فمطلوب الحذر من كل انسان، يعرف اللي جنبه ايه واللي رايح ايه، ولما يركب عربيته ياخد باله، والشجره اللي هو جنبها فيها ايه، وعمود النور اللي عنده ايه، وباسكت الزباله اللي بيرمي فيه زبالته ايه. خلي كل واحد جندي. فعلا زمان في سنه 67 كانوا عملوا ما يسمى بالمقاومه الشعبيه والدفاع المدني والدفاع الشعبي، وعملوا الكلام ده. فاتطوع الناس، الشباب طوع في الكلام ده، الدفاع المدني والمقاومه الشعبيه. انا كان ليا تجربه فيها، لو في مجال الحديث ابقى هنتكلم طبعا. كان دورهم ايه؟ بيمروا في الشوارع ويشوفوها ويتفرجوا عليها ويبلغوا عن اي حاجه فيها. واي خيال زي اللجان الشعبيه اللي ظهرت 45 بس مش لا مش اللجان الشعبيه بالظبط، لان اللجان الشعبيه دي كانت يعني هي كان سم حيسري في جسد الوطن. اللجان الشعبيه دي كان سم حيسري في جسد الوطن. يعني بلا ادنى شك فعلا. فهي تجربه الحمد لله هي عدت بسلام، عدت في الاطار اللازم ليها وخلاص، لكن مش هتبقى لجان ما تبقاش لجان شعبيه. لكن انا بقول ولا لجان شعبيه ولا دفاع شعبي، انا بقول ايه؟ توعيه المصريين على اجهزه الاعلام، انها توعي المصريين بين وقت والتاني. سلايدز كده ينزل في التلفزيون، زي دلوقتي انا شايف نشاط اعلامي هايل. يعني الاعلام في الفتره دي، في الفتره في اليومين الثلاثه اللي فاتوا، مساند بشكل طبعا عالي جدا طبعا. يظهروا بس خد بالك من كذا، اعمل كذا، ما تركب عربيتك بص حواليها، بص في المرايه. جنوب افريقيا جنوب افريقيا انت بعد المغرب ما تقدريش تمشي فيها. انا كنت في جوهانسبرج وفي الفندق اللي انا مقيم فيه، بعد المغرب الاسوار بتاعته بتتم كهربتها، الاوتيل، عشان ما حدش يقدر يخرج لانه ما تقدريش تمشي. وكاتب لك تعليمات كده، لما تيجي تخرجي بالعربيه بتاعتك بصي في المرايه الاول، تقفلي ازازك، ما تفتحيش لحد، ما تعمليش مش عارف ايه، تمشي على طول، ما تقفش لاي حد، قصه. ما تستعملش تاكسي الا اذا كان الاوتيل هو اللي جايبه لك. ودي جنوب افريقيا اللي اتعمل فيها كاس عالم. من المغرب بتنام على راي المغرب بتنام على راي اسمه ايه هنيدي لما قالوا انا همك من المغرب يا صين. وامبارح اللي هو ممدوح خلف، محمود خلف، قال للحمساويه، قال لهم هننيمكم المغرب ان شاء الله. ان شاء الله انا متوقعه ده ان شاء الله قريب جدا، بعد الخطوات اللي شغال فيها الجيش في الفتره الحاليه اللي احنا بنمر بيها، وما نقلقش من اي حاجه. بس هنكمل ونستعرض شويه اخبار كده، بس محتاجين عليها شويه تعليقات. معانا صوره انا يعني كنت جايبها لحضراتكم، حابه تعليق حضرتك يا سياده اللواء. بيقولوا شوفوا بنات مصر بقى، يعني بنات مصر بتقول، واحده من ضمن البنات دينا سعيد عاصم بتقول انا بس السيسي يعلن استنفار نسائي ويدعو المصريات للتطوع، وقسما بمن رفع السماء سيموت الاخوان رعبا ويعودوا لجحورهم. اسمها اصلا خلاص، اسمها دينا. اسمها دينا، انا جدها يعني. دينا سعيد عاصم، بنت من البنات اللي بتقول لو فعلا تم التجنيد. على فكره في ناس كتيره قوي وبنات كتيره قوي عايزه فعلا تخش الجيش عشان تحارب، حتى لو ماتت في سبيل الوطن ما عندهاش اي مشكله. واحده من البنات قسمت قسم باني لو البنات دخلوا في معركه
الاخوان هيستخبوا. دي ايه رايك؟ احنا بناتنا جدعان وستاتنا جدعان قوي على فكره، بس هم اتهمشوا فتره بس رجعوا بقوه. طبعا رجعوا من اول 25 يناير وما قبل 25 يناير طبعا وجدعان ويقدروا يعملوا كده. وبس انت قولي عايزين، كان زمان كان زمان احنا كنا بناخد تربيه عسكريه في المدارس. وكان مدارس البنات بياخدوا حاجه اسمها الفتوه. الفتوه لو تجيبي، وكانوا هم دول الفتيات، لو تجيبي اوبريت وطني حبيبي او اوبريت الجيل الصاعد، وهتشوفي المجموعات اللي بتتحرك ورا وهم لابسين ما تسمى بالفاروقيه اللي هي الكابل. الكابل عامل بالميل ده. وشايلين البندقيه اللي هي انفيلد 303، ودي وزنها حوالي 8 كيلو وهي 7 كيلو، كانت بتطلع طلقه من زمان. وشوفيهم وهم ماشيين وهم حركتهم شكلها عامل زي دول، كانوا البنات. والولاد اللي كانوا في مدارس الثانوي كانوا برده نفس الحكايه. فلا خدي بالك، احنا عندنا صحيح 500,000 دلوقتي في الجيش واحتياطيهم مليون، انما في 35 مليون قادر على حمل السلاح في مصر. قادرين على حمل السلاح ويقدروا يتعاملوا معاه. اللي دخل الجيش وخرج، كل الدفعات اللي دخل الجيش وخرجت لغايه سن ال 50 ولغايه سن ال 60 ويشيل السلاح. طبعا تقدر. طبعا يقدر يتعامل بسلاحه. لا لا لا، مصر مش شويه. طب عايز اعرف من حضرتك سياده اللواء، حضرتك قلت لي عليها قبل الهوا، وقلت لي انك دورت قبل كده. ارتكبت جريمه تزوير في محرر رسمي. طيب احكيها لي. سنه 67 لما قامت الحرب، على فكره انا ولد واحد على ثلاث بنات وانا الاصغر. تمام. لكن كان ليا اب جدع. فلما قامت الحرب كانت البلد متقسمه لمربعات وشيخات وكلام. تمام. فرحت قدمت نفسي عشان اتطوع لخدمه بلد. ولد وحيد اتطوع لخدمه بلد. تمام. قال لي طيب اسمك وسنك؟ لا سني 17 سنه، سنه 67 كنت ما كملتش 17 سنه. انا مولود سنه 50، 12 سنه 50. فكانت في يونيو 67، فكانش لسه عندي 17 سنه. فقالوا لي لا انت تروح الدفاع المدني. ايه يا عم الدفاع المدني بيعمل ايه؟ ده تلبس خوذه على دماغك كده وتمشي تقول طفي النور وتدهن الازاز بتاع العمارات بالازرق، والعربيات تقف في الاشاره، ازاز العربيه. زمان كنا بندور على الطيارات في حرب 67 و56، كنا بندور على الطيارات بالكشافات في السماء. ما كانش فيه شغل الجي بي اس والقصص اللي موجوده دلوقتي. كان دايما مهم قوي ان احنا ايه، اطفي النور اطفي النور لما يضرب كنا بنسمع صفاره الانذار. ولما تكون في حاجه اسمها غاره، ايوه هي غاره، صفاره الانذار تضرب صفاره متقطعه، دي غاره تضرب صفاره طويله امان نخرج من المخابئ. وكان معظم البيوت فيها مخابئ لتحت. وكل البيوت مبني قدامها حائط من الطوب الاحمر عشان يمنع الموجه الارتداديه ساعه الانفجارات لما تقع، لو وقعت قنبله في الشارع ما تصدعش البيت من الداخل. فكان ده دور الدفاع المدني. بس انا مش عايز كده، انا عايز اشيل سلاح جيش. عايز اشيل سلاح. تمام. فقلت لهم امال يعني ده بيجي؟ قلت لهم ده غلط، انا البطاقه بتاعتي ضاعت مش معايا. ومشيت ورحت زورت شهاده الميلاد بتاعتي وعملتها بما يسمح بان انا ادخل المقاومه الشعبيه عندي 18 سنه. فقالوا طيب خلاص انت كده معانا في المقاومه الشعبيه، وادوني اوفرول وادوني مدرسه المشاه بتاعت الجيش، واستلمت سلاح من وحده الدفاع الشعبي اللي موجوده في المنطقه بتاعتي، وكانت بندقيه الي وفيها سلاح وفيها ذخيره، وكانت بتاعتي البندقيه بتاعتي، مطلعها من الصندوق بشحمها، منظفها بشحمها، فككها ومركبها، وانا عندي 17 سنه. كنت بقى في مكان خدمتي، كان قدام سينما اوبرا في ميدان الاوبرا. ميدان الاوبرا ده كان ميدان رائع. كان في دار الاوبرا المصريه، وكان في سينما اوبرا، وكان في تمثال ابراهيم باشا، وكان في نافورتين جمال، وكان في فندق الكونتيننتال، وكان كان منطقه جميله، كانت حلوه قوي. بلدي كانت حلوه، بس هترجع حلوه على فكره. اكيد ده الفرق بين اللي عايز يشيل سلاح وبيخدم بلده حتى لو راح عشان خاطر تراب البلد. واحنا معانا تليفون. الو مساء الخير. تحياتي استاذان، وتحياتي لسياده اللواء. اهلا وسهلا استاذ محمود. كيف حالكم اليوم؟ اليوم تمام. سؤال بسيطه لسياده اللواء، واتمنى انه يسجل اسئلتي ويجاوب عليها، لانه الضيوف اللي طلعوا معاكي في خلال الاسبوعين يسمعوا السؤال وما يجاوبوا، وهذا يشعرنا بالم احنا المشاهدين. سؤال لسياده اللواء، انه مع العمالنا بنعملوا على وجود منطقه عازله، هل في وجود خطه للتنميه مع الشعب السيناوي؟ وهل في وجود خطه للتنميه
مع أطفال الشوارع حتى ما يكونوا قنابل موقوتة في الأمن المصري، لأنه أطفال الشوارع كتار وعددهم كبير والاستغلال بيتم عليهم كتير. وبعدين شو رأي اللواء كيف بدنا نحرر القدس وكيف ممكن يتم تحرير فلسطين؟ وشو رأيك في موضوع إغلاق السفارة السورية لحد الآن؟ أرجو من سيادة اللواء يجاوبني كونه رجل عاقل وعنده خبرة عسكرية ورؤية استراتيجية، وأتمنى أسمع منه رأيه بالطيران العربي اللي بيقصف سوريا وما قصف ليحرر القدس. ما رأيك يا سيادة اللواء في كم ميدالية راح توزع على الرتب العربية لعدم تحريرهم القدس وتحريرهم سوريا من الأسد؟ شكرا لك. احنا عايزين حلقة كاملة عشان نرد على الأسئلة دي، بس هنرد بسرعة. سيدي الفاضل، انت ذكرت اربع نقط. تمام. النقطة الأولى خاصة بالمنطقة العازلة والعازلة وخطة التنمية. بلا أدنى شك إن منطقة سيناء ما كانتش واخدة حقها في التنمية فترة طويلة جدا، وده كان شيء خطأ، لأن سيناء من ساعة ما رجعت إحنا غنينا لها بس وقلنا أرض الفيروز. سيناء رجعت كاملة لينا. سيناء رجعت كاملة لينا، استسلينا وأرض الفيروز وناس يعني تغني أغاني بس. ونلبس أبيض ونتمشى فيها، وكل يوم 24 نقول لهم الكلام ده، واحنا ما بننميش سينا. على فكرة عملية عدم تنمية سينا في الثلاثين سنة اللي فاتت كانت عملية مقصودة. انتوا عارفين سينا متقسمة الى ثلاث مناطق، ايه؟ ألف وبه وجيم. المنطقة جيم دي ما فيهاش اي قوات خالص، المنطقة به فيها بعض القوات، المنطقة ألف يعني برضو القوات اللي فيها محدودة. النظام السابق كان بيخاف ان هو ينمي المنطقة دي، وانا بقولها بمنتهى الوضوح، كان بيخاف ينمي المنطقة دي مع عدم وجود قوة أمنية تقدر تردع القائمين بها خوفا من استقلالها عن مصر. ده بمنتهى الوضوح. تمام. ولكن ينبغي للنظام الحالي أن ينظر بعين الرعاية والاحترام لسيناء، ويتم تعميرها، ويطرح مسألة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بعد مرور هذا الوقت عليها في تواجد القوات داخل سيناء. فينبغي أن يكون هناك خطة للتنمية جيدة لتنمية سيناء، وأعتقد أن القيادة السياسية عندها هذا الموضوع. أكيد. النقطة الثانية الخاصة بأطفال الشوارع، أطفال الشوارع دول مسؤولية النظام ودمهم في رقبتنا، وإحنا السبب في وجودهم، وينبغي على المجتمع أنه يستوعبهم. وفي بعض التجارب اللي بتتم حاليا على أطفال الشوارع جابت نتيجة رائعة، وامبارح كان المايسترو سليم سحاب موجود. عايزين الصورة. صح كده، مايسترو سليم سحاب. جميل، راجل رائع. مجموعة لأطفال الشوارع. حولهم لأطفال لكورال. لكورال هاي يعني. فدي التجارب موجودة. أطفال الشوارع مش لازم نبص لهم بنظرة ازدراء، مش لازم لما نشوفهم كده نخاف منهم ونقفل الإزازة العربية. ولما بيتعلموا بيجيبوا نتيجة. بالظبط بالظبط. وكلما زادت التنمية هتقل موضوع أطفال الشوارع. احنا عايشين على 6% بس من مساحة أرض مصر. عندنا 93% من مش مستغلة. لو ابتدت دي تستغل والأطفال دول يستغلوا في تنمية هذا الموضوع يقدروا يعملوه. هقول لك برضو بعض الحلول، يعني هقول لك حاجة تانية دلوقتي عليهم. فيما يتعلق بتحرير القدس وفلسطين وإغلاق السفارة السورية في مصر، أعتقد أن السفارة السورية في مصر هيعاد افتتاحها في وقت قريب إن شاء الله، وتحرير القدس هيبدأ من خلال المفاوضات ولن يتم عن طريق حل عسكري إطلاق. ده من وجهة نظري. مش هنقدر، ما يقدرش حد يقدر يحله عن طريق حل عسكري في الوقت الراهن أو على المدى القريب. الطيران العربي اللي بيقصف سوريا، انا ما عندي، يعني انا ما عنديش معلومات عن طيران عربي بيقصف سوريا. انا كل اللي اعرفه انه في بعض طائرات خاصه بالتحالف اللي هو اللي موجود دلوقتي، اللي كان التحالف اللي معمول ضد داعش. ضد داعش، لان القضيه في سوريا قضيه شديده التعقيد طبعا. يعني رئيس حافظ الاسد ما حدش هيقدر يشيل. ده راجل مش عندي. احنا علينا ان احنا نجد حل سياسي لهذه المنطقه. فينبغي التكتل ضد الجماعات المتطرفة اللي عايزة، لأن النهاردة الرئيس الأسد لو سقط النظام هناك هيبقى شكله هيتبقى مين اللي هيشتغل؟ مين اللي هيشتغل؟ فما أعتقدش أنها هتستمر في الجزئية دي، وما أعتقدش طيران العربي، يعني لو طيران عربي من مين طيران هو عربي؟ التحالف الدولي اللي بيقصف طائرات يعني بدعش. عشان ممكن يقول لي مثلا الامارات كانت معاه موجوده، ما اعتقدش الامارات قصف سوريا، اعتقد الامارات
قصف في منطقة العراق ومنطقة كوباني منطقة عين العرب اللي بيسكنها الأكراد. وقصة كوباني بقى دي قصة عايزاها لها 10 حلقات لأنها دي قصة غريبة جدا، ناس عايزاها وناس مش عايزاها، واللي مش عايزها مش عايز غيرها، واللي عايز غيرها مش عايز هي. فدي قصة طويلة. أأمل يعني أن أنا أكون جاوبت على، أتمنى أن احنا نكون يعني ردنا على حضرتك أستاذ محمود، ومعلومات قيمة جدا بنعرفها من سيادة اللواء عاصم اليوم. ولكن خارجين فاصل وراجعين لحضراتكم بسرعة. كل ما بشوفها بعيني حزينة أو ما فيهاش أمان، بلدي وبت صعب عليا ليه تعب بتعب كمان، ولو ما فيش حاجة في إيدي حاجة صلي لك عشان مصر عندك برضو غالية وبيتلاها يسوع من زمان. ثقتي كلها فيك. بالإيمان شايفك معدي رجع هي بلدي فيها فرحة وفيها عيد، ماشي تصنع خير وتدي ومصر لابسة والكل يرجع ليك.
بحلم بمصر جديدة عارف أسوع والحلم مش ممنوع ورجايا في اللي تعملوا وتكملوا وثقتي كلها رجعنا مرة تانية مع حضراتكم ومكملين كلامنا مع سيادة اللواء عاصم جنيدي وملفات كثيرة جدا هنتناقش فيها في خلال الوقت الباقي من الحلقة. الشرطة في هنا كرات دم حمراء وبيضة وشرطة وسودة بقى علشان العالم المصري بقى طبعا كلها طبعا. طيب الشرطة رجعت لجبروتها مرة تانية؟ لا جبروت ايه؟ جبروت ايه؟ شوفي انا عايز اضرب لك مثل وانت احسبيه. تمام. احنا عندنا اطباء. تمام. عندنا مهندسين. عندنا محامين. عندنا مذيعين. عندنا مذيعات. حضرتك بتيجي شغلك بتخلصي وانت تروحي مش كده؟ الدكتور بيعمل العمليه والعيان يعني بيموت يا بيعيش عيان لكن هو الدكتور بيروح يكمل. المهندس بيبني العماره يا تقع باللي فيها وتموت الناس اللي فيها يا تعيش وتبقى عماره كويسه بس هو المهندس بيروح طبعا. مش كده؟ راجل الشرطه هو المهنه المستنفره دائما. المستنفره دائما ال 24 ساعه. لانه ده دكانه فاتحه من الصبح بيقابل مشاكل الناس بيحل مشاكل الناس بيحسن مشاكل الطرق والفتره اللي قبل احداث 25 يناير كان فيها الشرطه كل حاجه رميانها على الشرطه. بياعين شرطه. ستات بيضربوا بعض شرطه، رجاله بيضربوا بعض شرطه، الناس كل حاجه يرموها على الشرطه، جامعه شرطه، اي حاجه شرطه. فدخلوا الشرطه في مناطق كتير جدا وبالتالي يعني تحملت مسؤوليات طبعا اكثر مما كانت تتحمل قبل كده. انا هضرب لك مثل عسكري في الحاله دي. في عندنا حاجه اسمها تب الضرب النار اللي بنتعلم فيها الرمايه على الاهداف. التب اللي هي اللي بيحط لنا فيها يعني. بيحط لنا فيها الهدف كده عشان نضربه فيه. ساعات بيجيبوا لنا الهدف ده يستخبى ويجي يستخبى ويجي ساعات ما بيجي ده اسمه زمن التعرض اللي انا اضربه فيه. كل ما طال زمن التعرض ده كل ما زادت امكانياتي انا ضارب النار اني اصيبه مش كده؟ تنشن كويس. كل ما اختفى مش هضربه مش هتيجي فيه. فالشرطه كانت دايما عامله كده فكل حاجه عماله تيجي فيها كل الاسهم وكل الطلقات كلها عماله تيجي فيها جسمها اتخرم بقت مصفى من كل الناس وحصل فيها تجاوزات قبل 25 يناير وحكمها وزير لمدة 14 سنة وهذا لم يحدث على مر التاريخ مفيش وزير داخلية قعد 14 سنة وزيرا للداخلية استعمل فيها أسلوب أساء وزود الضغينة في قلوب الضباط اللي هو المد بعد سن المعاش المفروض ان في سن للمعاش هو 60 سنه يخرج الضابط عليه او يخرج قبله لكن ما يبقاش عنده 60 سنه ويمد له خدمته مد الخدمه للضابط اللي بعد ال 60 بيزنق الضباط اللي تحت انا هقول لك حاجه انا ترقيت من رائد لمقدم على سنه ونص تمام مثلا النهارده الرائد عشان يترقى مقدم بيقعد 8 سنين عشان يترقى مقدم ليه؟ لانه المساله اتزنقت بالنسبه له زود السن اللي هو بالزبط. للناس اللي هم معديين 60 سنه بقى يكملوا خدمه بناء عليه بيعطل المسيره اللي وراه فابتدى يخرج اللي تحته ودي كانت ظاهره على كل على مستوى كل اجهزه الدوله اللي هي عمليه التجريف حصل تجريف وده اللي وقعنا في المشكله دلوقتي انك انت مديتي للناس لما شاخوا على الكراسي والصغيرين كانوا بيخرجوا واحد ورا واحد وهم دول قاعدين فلما مشي دول اللي طلعوا دول كانوا صغيرين قوي ما عندهمش اي خبره عشان ندير لكن ده دي مؤسسات الدوله كلها اما الشرطه لما تعرضت بعد 25 يناير حصل ان اقسام احنا عندنا اكتر من 99 اسم شرطه تم حرقه ومؤسسه والعلاقه اللي كانت بين الشعب والشرطه انتهت اتكسرت ما بقتش موجوده استردوها في 30 يونيو استردتها الشرطه مره تانية في 30 يونيو وبتقوم الشرطه دلوقتي بواجبها على اكمل وجه تمام بس عايزه الناس تقدرها الاول الناس تحس انت بتروحي بيتك وتنامي مش كده؟ طبعا لما بتعدي بيتك وتلاقي كمين ويسالك على رخصه العربيه بتاعتك او
عارفه في بعض الناس اللي بيقف في الجمعيه يقول له رخصتك ليه وانتوا برضه رجعتوا تاني زي زمان؟ رجعنا زي زمان. من حقه يطلب. من حقه يطلب الرخصه اللي طالع عليها. السياره مركبه بتمشي في الشارع، القانون ده مش عشان هو منه رخامه، ده عشان خاطر مصلحتي. انا هسأل عايزين نفهم الناس ان ده عشان خاطر مصلحتي. لو حضرتك مسروقه عربيتك اجيبها لك ازاي؟ طبعا مش هوقف العربيه اشوفها صح ولا غلط. صح. لا انكر ان هناك بعض التجاوزات اللي قد تحدث، ممكن تحدث نتيجه الضغط النفسي والعصبي اللي على الشرطه بقالها 3 سنين في الشارع. ضابط قاعد 3 سنين في الشارع خدمته. الضابط بينزل الصبح بيروح القسم وبعدين يطلعوا خدمه وبعدين يرجع من الخدمه يطلع خدمه وبعد ما بيشوفش بيته. يخرج الصبح من بيته مش عارف وراجع امتى. صح. الجزء ده هو توازن نفسي للضابط مع شويه وقت هتتظبط. هقول لك ملحوظه ثانيه يمكن زمايلي يزعلوا مني لكن هي دي الحقيقه. الشرطه من ملازم الى لواء خدم طول عمره في بما يسمى حاله الطوارئ. حاله الطوارئ كانت بتسمح لرجال الشرطه او سلطه انفاذ القانون انه يتخذ من الاجراءات اللي هي خارج اختصاصه. انت عارفه الشرطه وظيفتها هي جمع الاستدلالات والضبط بس. وسلطه التحقيق بتاعت النيابه ان انا اخش افتش بيت وان انا اقبض على واحد واحتجزه دي بتاعت النيابه. هنشوف معلش فيديو يا سياده اللواء، هنرجع نكمل كلامنا بسرعه. وده الفيديو الخاص بشهداء كرم القواريس باذن الله. نشوف ونرجع مره ثانيه. الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب واستشهدوا خلال الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات المسلحة بمنطقة كرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء، وقام بتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين لبوا نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية في إنكار فريد للذات وإيمان لم يتزعزع بقدسية المهام المكلفين بها للدفاع عن تراب مصر. شد حيل، شد على الله، شد حيل، ربنا يجعلهم من الشهداء، اللهم امين، ربنا يجعلهم من الشهداء، وربنا ينصرها، ربنا معاك، بقلوبنا والله ودعانا. كلنا فداء للوطن، كلنا مؤمنون لله، كلنا مستعدون لتقدير أنفسنا. جزء من مراسم الجناز الخاص بأولادنا، ولكن نكمل كلامنا عن الجيش ونرجع عن الشرطة. انا اسفه عن الشرطه. استعملتي لفظ كده بتقولي جبروت الشرطه. الشرطه مش جبروت. الشرطه هي سلطه انفاذ القانون وهي التي تحتكر استخدام القوه. فلا يجوز لاي حد ان يحمل سلاح ضد الشرطه. اكيد لا يجوز. اكيد. احيانا بيبقى تعامل جاف رجل الشرطه بتعامل بجفاف مع المورد ده طبعا. اكيد لازم ده لازم يعني انا هيجي واحد مرتكب جريمه اقول له تعالى حبيبي لا طبعا هعمل في ايه ده طيب بس تعالى او اسيبه ويمشي ويكمل جرايمه لكن هذا لا يعني ان اتخذ معاه اي مسلك يخالف حقوقه والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وعلى رجال الشرطه رجال الضبط حينما يقومون بواجبهم هم يلتزموا بالقانون زي ما قلت لك قبل خروجنا للمره اللي فاتت ان جهاز الشرطه كله كان بيعمل في ظل حاله الطوارئ. حاله الطوارئ كانت بتديهم سلطات كبيره جدا. الغاء حاله الطوارئ بتخلي التعامل محتاج لشويه تدريب وشويه توعيه من الناس اللي موجوده، لكن ينبغي في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي ان احنا نلتمس لهم العذر اذا صدر من احد منهم خطا، وان كان لاي حد له حق عند الشرطه ياخده، وعلى اي متضرر من افعال امامه اداره التفتيش بوزاره الداخليه يتقدم لها. والشرطه دلوقتي فيها ناس عظام فيهم زملاء هايلين هيجيبوا له حقه وهياخد حقه، واذا ما خدش حقه يجي وانا اجيب له حقه طبعا. طيب احنا يعني بمناسبه حضرتك حاجه قلتها لي كده قبل الفاصل وقلت بقى يعني ما رضيتش تقول لي ونقطه بس يعني هنسال السؤال بطريقه ثانيه. اولا في أسامي بعض المنفذين عملية كرم القواضيس واتضح أني موجود عناصر كانت في الجيش وتم فصلها من الجيش عشان هم متجاوزين. أوضحت القائمة المتورطين اسم واحد اسمه عماد عبد الحميد ضابط مفصول من القوات المسلحة برتبة رائد انضم للجماعات التكفيرية
وصديق مقرب من ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوي. ايضا تضم القائمة ايمن نور، مش ايمن نور اللي هو كان رئيس حزب النور، ده احد المشاركين في اعتصام رابعة. هو اخطر العناصر الارهابية في بيت المقدس، كان ساكن في المرج يعني مش بعيد قوي، قبل سفره لسينا وتلقى تدريبات على يد عشماوي، يشارك في عملية الفرافرة. ومن المنفذين ايضا احمد الغرباوي مسؤول صناعة المتفجرات، يعني حاجة مستوى راقي قوي، متفجرات والسيارات المفخخة. أسامة مخلوف أحد عناصر خلية الفرافرة اللي حاول تفجير نقطة الشرطة العسكرية في النزهة، وشارك في الإعداد لتفجير مديرية أمن الدقهلية. ومحمد عبد الهادي جبر أحد العائدين من ليبيا وسوريا، شارك أيضا في حادث الفرافرة وهرب إلى سيناء عقب الحادث. طيب احنا قبل ما نرد، معانا الشيخ سامح ابو خالد البياض، نائب رئيس ائتلاف القبائل العربيه. مساء الخير. مساء الخير. وعليكم السلام يا شيخ سامح. مرحبا بك. الوضع في سيناء الان، ما هو الوضع في سيناء الان بعد الحادث الاليم اللي مر علينا؟ الوضع في سيناء الان يتم على قدم وساق الافضل ان شاء الله لمصر ولسيناء ولكل المواطنين. اكيد. طبعا يتم الان اخلاء الشريط الحدودي في منطقه رفح، المنطقه اللي حد متصل مع قطاع غزه، وطبعا قطاعنا تقبلوا هذا الحدث يعني زياده في وطنيتهم وانتماء منهم لمصر. طبعا يصعب على اي انسان ان يهجر مكانه، ولكن طبعا عشان خاطر الوطن الاهالي تقبلوا هذا الاخلاء المؤقت. وطبعا اهالي سيناء يفدون وطن سيناء بارواحهم، والجميع يعلم ذلك منذ القدم يعني. طبعا فضيله الشيخ. طيب ايضا في سيناء الناس اللي وجدوا في منازلهم الانفاق، ماذا عن هؤلاء الناس؟ بالنسبه لموضوع الانفاق، احنا ضد الكلام ده، وتكلمنا في كذا قناه وفي كذا لقاء انه يجب هدم هذه الانفاق وإبادتها عن بكرة أبيها، لأن الأنفاق دي تجارة غير شرعية وبتضر الأمن القومي المصري وبتضر المواطن السيناء نفسه. لأن النهاردة بيتم تهريب المواد الأساسية من سيناء، وبالتالي المواطن بيجد صعوبة في إيجاد بعض السلع الرئيسية. فطالبنا أكثر من مرة بهدم وغلق هذه الأنفاق في الاتجاه المصري. طيب. وبعد ان يتسنى للقوات المسلحه تطهير المنطقه يعني نهائيا، فنقترح اقامه منطقه تجاره حره لتشرف عليها الدوله، يستفيد منها المواطن، والمواطن الغزاوي يحتاج يشتريها من السلطات المصريه، والمواطن المصري يستفيد. رائع جدا. وهل يتم معاقبه من وجدوا في منزله نفق؟ يعني عيد السؤال ثاني. هل هيتم معاقبه من وجدوا في منزله نفق؟ هل يتم معاقبة ايه؟ الناس اللي لقيوا في منازلها الانفاق هيتم معاقبتهم؟ انا طبعا مش سامع السؤال كويس، ولكن هو طبعا يجب معاقبة من يقوم بانشاء نفق او هكذا، يعني النفق يضر الامن ويضر المواطن. طبعا القبائل ترفض هذا الفعل وتجرم اي اعتداء على اي مواطن او اي جندي مصري، لان احنا نرفض هذا الفعل يعني رفضا باتا. وتكلمنا في اكثر من مره ان احنا نشد على ايدي القوات المسلحه في ضروره تطهير هذه المنطقه والعزيزه علينا جميعا من هذه الجماعات المسلحه الارهابيه التي لا دين لها ولا اصل. تمام. شيخ سامح، ماذا عن التعويضات؟ نعم. التعويضات يا شيخ سامح. هو سمعنا عن صرف تعويضات يعني 300 جنيه شهريا للاسره الواحده، ولكن هذا يعتبر مبلغ يعني قليل يعني اذا ما نظرنا الى الاسعار الحاليه واحتياجات المواطن في هذا الوقت. تمام. انا بشكرك شيخ سامح ابو خالد البياض، نائب رئيس ائتلاف القبائل العربيه، شكرا لحضرتك. وهو كان بيقول 300 جنيه، وحضرتك ردت لنا على هذه المعلومه. 300 جنيه لمده 3 شهور لغايه ما يلاقي مكان، لكن ثمن لكن تعويضه عن الارض وعن العقار ده تعويض محسوب بالمتر. ده مبلغ مادي. طبعا ده مبلغ مادي بيقبضه بالكامل. تمام. طبعا هو عايز اشكره طبعا على وطنيته، وكلنا مقدرين الارض والبيت. احنا لما بنتنقل من بيت، على فكره انا اتولدت هنا في
يعني انا مولود في شبرا تمام وقعدت فيها 3 سنين اجمل ناس بتوع شبرا جدعان قوي 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 واتنقلت منها ورحت عشت في عابدين برضه منطقه شعبيه وفيها ناس حلوين وناس طيبين لا اتخيل ان انا اسيب المكان ده خالص احنا شعب على فكره لو خرج من بيته بيحلب بيقولك وغربتي لو خرج من باب الشعريه لو خرج من باب الشعريه العباسيه يقولك وغربتي يحلب وغربتي المصري الوحيد اللي لما تلاقيه بره يقولك وغربتي كل الجنسيات التانية بتشتغل وعايشة وعندهم بيسافروا ويروحوا ويهاجروا ويسيبوا أراضيهم إلا المصريين المصري عنده الأرض بتاعته غالية بيبقى أوي. في دايما نظر على البلد حتى لو هو فاحنا فاحنا حقيقي مقدرين الموقف الوطني لأهل المنطقة دي وهم بيتركوا أرضهم بس هم يعلموا تماما إن الأمن القومي بيعلو على كل شيء والمصلحتهم طيب نرجع كمان للناس اللي تم رصد أسمائها من قيادات الجيش او احد الرتب مش قيادات ولا حاجه هو الرائد اللي اسمه عماد ده عماد عبد الحميد ده له شريط فيديو اثناء عمليه تفجير محاوله اغتيال وزير الداخليه بالظبط ده وكان لابس رسمي وكان لابس رسمي وكان مسجل وهشام عشماوي ده احد الضباط المفصولين اللي خرج واشتغل الشغلانه دي ودي مش غريبه على الـ على الـ على الـ يعني اي مجتمع ممكن يطلع في حاجه زي كده طب ما اللي قتل السادات مين؟ ما هو خالد الاسلامولي وكان معاه عبود الزمر وعبود زمر كان عقيد في المخابرات الحربيه وعصام الامري اللي كان موجود في المعادي واتظبط فدي عينات ممكن او تكون اتاثرت تمام بالفكر بتاعهم وابتدت تنفذ اهميه بقى ان هم يكونوا موجودين بيبقى عندهم بعض الخبرات اللي ممكن يصدروها طبعا ان هم يصدروها لهم ويكونوا موجودين لكن ان شاء الله هيجوا زي الفيران وهيتحاسبوا كل حاجه مفيش مشكله خالص وده ما يهزش ابدا نظرتنا لا 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 اي لا حاجه لا. فكون واحد من دول تافه اتاثر بفكر غبي خلاص هيتحاسب طيب اختراق بقى شرطه اختراق الشرطه يعني سمعنا أقول مثلا قبل كده معلش يا سياده اللواء سمعنا ان مديريه امن القاهره تم تفجيرها بناء على معلومه جت من احد امناء الشرطه اللي كانوا واقفين بخط سير اليوم ماشي ازاي عند مديريه امن القاهره وبناء عليه تم تفجير لا مديريه امن القاهره اتفجرت بعربيه نص نقل بتاعه شركه توزيع كهرباء ودي ركنت قدام المديريه تمام لمده 5 دقائق واللي راكب فيها مشي وركب عربيه ثانيه لكن كانت عمليات التحضير كلها بتتم في الطريق الجانبي اللي هو مؤدي الى منطقه اسمها تحت الربع او الجزء الداخلي ده وبعض الكاميرات اللي في المحلات عملتها ده فيها انا بقول ان دي كان فيها نوع من التقصير لانه ما كناش لسه واخدين بالنا الجريمه دي كانت في بدايتها يعني الجرائم الارهابيه اللي بالشكل ده كانت في بدايتها لكن هناك بلا ادنى شك كان هناك تقصير لكن ما اقدرش اقول انه اختراق للشرطه لكن اقدر اقول لك ان بعض ضعاف النفوس زي الضابط اللي ضابط المرور اللي سلم الشهيد محمد مبروك ده ضابط المرور ده خاين ده كان زميله جنبه في السرير وفي العنبر بس اشتروه بالفلوس طبعا اصلا طبعا. يعني القصه والنفس ضعيفه القصه فانت ممكن تلاقي واحد ضعيف النفس هنا حصل مشكله لكن اختراق لا ده مش موجود لكن ممكن يكون من فئه اخرى زي اللي كانوا الضباط الملتحين وكانوا قاعدين قدام بيتي وكانوا مقصر بنطلون البدله ومربي ده بنطلون البدله بتاعت الشرطه مقصرها مقصر البنطلون يعني عشان تبقى ماشيه مع عشان هو يبقى يعني الشرطه ما فيهاش اختراق مفيش حاجه اسمها اختراق لكن وبيحكم الشرطه عشان اقول لك حاجه هناك جهاز امني خاص بالشرطه طبعا يعني ده عشان وكل الضباط عارفين اكيد يعني عارفين ان هم بتعمل ازاي الحكايه دي واي حد تظهر عليه بوادر لكن هو في حاجه مهمه بما انك انت قلت كده في 68 طالب في كليه الشرطه ابناء اعضاء في جماعه الاخوان المسلمين ينبغي على السيد وزير الداخليه ان يصدر قرار بفصلهم ونقلهم الى كليه الحقوق اللي بيخرج من كليه الشرطه بيروح كليه الحقوق يروح كليه الحقوق لكن ما يقدرش في الشرطه طب ده يعني ممكن المطالبه انا بطالب وزير الداخليه دلوقتي بان يصدر قرار بفصلهم وهتحولهم لكليه الحقوق ال 68 دول ما يخرجوش ضباط ابدا ابدا اكيد ده اهلهم في السجن بالظبط اعضاء جماعه ارهابيه عشان كده لو صدر القانون اللي كنت بقول لك عليه من رئيس الجمهوريه باعتبار جماعه الاخوان المسلمين وجماعه الاخوان دول على طول يتفصلوا مدعي الاسلام ان هم جماعه ارهابيه دول لازم اكيد
طيب احيانا بتيجي احكام لجهاز الشرطه ويجب تنفيذها، ولكن في كلمه كده دايما نسمعها ما ينفعش عشان اعتبارات امنيه. زي ايه؟ اي حاجه مثلا خاصه بالبلد، مثلا اي حاجه نقول لا اعتبارات امنيه عشان خاطر المركب تمشي، عشان خاطر اي حاجه. شوفي دايما بنتعرض للكلمه دي يا سياده الامن. المشكله ان بلدنا اتعرضت فتره من الفترات لما يسمى بالدوله الرخوه. الدوله الرخوه اللي هو بيصدر فيها الحكم ولا ينفذ، يصدر فيها القانون ولا يطبق. يصدر القانون ويطبق على الكيف وعلى المزاج. الكلام ده لابد ان ينتهي. اكيد القانون لازم ينفذ ولا بد ان يحترم. وينفذ يعني ينفذ لكن في بعض الحالات بتبقى المناطق مثلا مناطق ملتهبه، ارض وعليها نزاع ولسه الحكم مش بات ولا نهائي، يعني لسه في ممكن يبقى في كلام تاني. فيقول لك انا لو رحت نفذت دلوقتي ممكن اتعرض لمقاومه وبعد كده اصحاب الارض ياخدوا الارض تاني، فتبقى الدنيا. بس انا مش مع كده خالص. الحكم ينفذ، وعلى فكره الحكم بيطلع كده بينفذ حكم وياخد حاجه اسمها بالقوه الجبريه. نفذ الحكم بالقوه الجبريه. لكن قال لي ممكن تحصل دي، بيبقى ضابط مثلا او اسم عنده خدمات كتير قوي فما عندوش قادر ينزل حد النهارده. لكن ياجل لبكره ما فيش مشكله، يعني اجل التنفيذ لبكره بس لازم تنفذ الحكم. تمام. لازم يتنفذ. واللي هيتنفذ والا لم واللي يتنفذ عليه الحكم على فكره يقبله. مش يروح يقعد لي بدار القضاء العام. عايزين نتكلم عن موضوع دار القضاء العام. تم حبس اسمها سناء تقريبا، سناء سيف اخت الناشط علاء عبد الفتاح. يعني ايه ناشط بس؟ يعني هو بيقول على نفسه كده. يعني ايه ناشط؟ يعني في خامل وفي ناشط. هو ناشط. طيب سناء قدامنا على الشاشه، تم الحكم عليها بثلاث سنوات سجن، واول امس تقريبا تم القبض على علاء عبد الفتاح. علاء عبد الفتاح على فكره كان ليه تويته من حوالي 6 ايام بتقول امتى هنسمع ان شركه فالكون راحت تامن سينا، وده نوع من انواع التريقه طبعا والسخريه، ان عشان كانت شركه فالكون بتامن المظاهرات او كانت متواجده داخل الجامعات المصريه علشان عمل العنف والشغب اللي بتقوم بها جماعه الاخوان وطلاب الاخوان داخل الجامعات المصريه. وحتى ما فيش كلمه عزا للاهالي، او يعني يا جماعه يعني ربنا يكون في عون الجيش اللي مستحمل ده كله. وبناء عليه تم القبض على علاء عبد الفتاح اول امس علشان اعاده محاكمته مره ثانيه. الاسره دي عندها مشكله. متواجده دلوقتي في دار القضاء العالي، جوه دار القضاء العالي، متظاهره من امس. اتفضل. الاسره دي يعني عايزه تقول ان هي محتكره في الوطن. يعني الام والخاله والاب والزوجة والأخت، العيلة كلها محتكرين وطنيا، والولد نفسه بذيء بذيء، يعني عايز رباية، عايز عاد تربية، عايز تعاد تربيته. يعني بيستخدم ألفاظ يعف لسانه إن هو ده بعد ما خرج على طول شتم في تقريبا في انقاذ سكين. بعدين هو عنده قضية قضية منظورة أمام محكمة، المحكمة حبسته، ده قانون يتنفذ القانون. طبعا أخته اتظهرت امام قصر الاتحاديه علشان الافراج عن سين وصاد وعين من الناس من غير اذن ومن غير تصريح، وتم ضبطه. القانون بتاع حمايه الحق في التظاهر، اصل هو على فكره القانون هي قانون منع المظاهرات، لا هو اسمه قانون تنظيم الحق في التظاهر، اسمه كده. اسمه كده. مفيش مظاهره في العالم بتمشي كده بمزاجها. المظاهره ليها حدود، فالناس دول خالفوا القانون، خدت حكم. لما يتكلموا على القضاء، الحكم بيصدر عنده طعن، عنده اعاده محاكمه، عنده طعن دي. تمام. لعلمك احنا اللي عندنا المشاكل بتاعتنا، وده سبب صدور قرار احاله او مشاركه القوات المسلحه مع الشرطه في حمايه المنشات الهامه، كان علشان تجاوزا للحاله الاجرائيه اللي في قانون الاجراءات الجنائيه. احنا عندنا قانون العقوبات فيه كل العقوبات، لكن قانون الاجراءات اللي بيحكم تنفيذ هذه العقوبات بيأخر الحكم. انت عندك قضية حسن مبارك بقالنا 4 سنين ولسه فيها طعن تاني. طبعا يعني هو لو صدر حكم دلوقتي يطعن تاني. لسه انت حكم اول واحدة وبعدين يطعن عليه بالنقض، وبعدين النقض يعيد محاكمته، وبعدين اعادة المحاكمة تعمل حكم، وبعدين الحكم ده يتنقض يروح لمحكمة النقض. لو محكمة النقض قبلته تتصدى ليها هي محكمة النقض كمحكمة. محكمة النقض بتحاكم الحكم. لكن في الحالة دي هتنظر في الموضوع، فممكن قوي فنقعد كام سنه بقى حباره ده اللي قاعد جوه السجن ومعترف بانه قتل الناس كلها.
بس هتتحل اوراقه صدر هتتحل اوراق للمفتي كويس هيصدر الحكم عليه بالاعدام ده قسرا وجبرا النيابه نفسها هي اللي هتطعن لان اي واحد ياخد اعدام ما يطعن عليه بس بيروح النقض والنقض يا بتأيد الحكم يا بترجعه مره ثانيه المفروض بقى يعني كل ما بالنادي بيه ان النقض يبقى على درجه واحده تمام كفايه مره واحده يعني حكم ونقض وارجع خلاص انما حكم ونقض وارجع وعيد ثاني ده دي اجراءات تاخد وقت طويل علشان كده قانون العسكري قانون القضاء العسكري ما بيسمحش بالجزئيه دي تمام عشان كده احكامه تطلع في خلال 3 4 اسابيع يعني حكم يطلع كده فهذه العيله عيله مدعه وطنيه كل ما يصدر عليه حكم ينزل تحت في الشارع مش عايز ننفذ الحكم عنك منفذه مضرب عن الطعن مضرب عن الطعن انا عارف ايه بس هي الحكايه كلها ايه استقواء بالخارج هي لما تروح تقف في دار القضاء العالي جنب عمود وتحط صوره ابنها وبنتها تبقى قاعده جنبها وتجي لها امبارح جميله اسماعيل عشان عايزه تدخل كمان تقعد معاها هو في ايه هو في ايه طيب احنا معانا فيديو تكمله بقى للاحداث الغريبه اللي بتحصل معانا فيديو لسعد ابراهيم معلش ممكن نسمعه ونرجع نعلق خدعه كبيره طوفخ مزبليه من قناه الجزيره القطريه وللاسف من صحفي مصري يعمل في هذه القناه ويطاردني كان لعدة أسابيع عشان أعمل هذا الحديث وفي النهاية وافقت اتضح لي أن الحديث مش عن الأوضاع العربية والأحداث العربية الساخنة الموجودة حاليا من العراق لسوريا لليبيا لليمن ولكن القصد منه هو تجريح الرئيس عبد الفتاح السيسي والنيل من نظامه و استكتاب او استنطاق اي شخصيات محايدة لكي تسير في هذا الاتجاه والحقيقة انا حسيت بهذا في وسط البرنامج مش في بدايته لكن في وسط البرنامج انما الح على أسئلة خاصة بتزوير الانتخابات الرئاسية وبزيادة الأسعار وتخفيض الدعم على السلع الرئاسية وبالمعتقلين الموجودين في السجون بالألاف وإنه لماذا لم أقم بإدانة هذه الأعمال أو المطالبة بمحاكمات عادلة للنازيين فقلنا يعني ما تيسر لنا أننا طبعا ضد أي محاكمات أو أي اعتقالات إنما جزء كبير أو من هذه الاعتقالات تمت قبل أن يتولى الرئيس السيسي مقالة اثنين إن احنا ما زلنا كمركز المخبون بنطالب طبعا بأن يحال الناس بعد 45 يوم إلى حكمات ولكن ألح مرة تانية على الحديث عن السيسي ويمكن استغرق إلحاحه ده تقريبا تلت البرنامج أو الساعة اللي كان مقررة فأنا هنا بقى فقدت صبري الحقيقة وهي دي الغلطة اللي أنا يعني لابد أن أعترف بيها والرجوع للحق فضيلة فأنا استدركت واستفزيت فشتمت وشتمت الجزيرة وشتمت السيسي وما كان لي أن أفعل ذلك لكن هو ده اللي حصل أعتذر للرئيس السيسي عما بدر مني نتيجة استفزاز المذيع في قناة الجزيرة ولكل المحبين والمعجبين بالرئيس السيسي وأنا الحقيقة ما كتبته عن الرئيس السيسي وإعجابي به لا حدود لها وده برضه مسألة ممكن أن نرجع إليها القارئ أو المشاهد لهذا البرنامج رجعنا فعلا للفيديو اللي حضرتك فيه قمت بسب الرئيس السيسي ودلوقتي بتعتذر معروف طبعا سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون وصديق
صديق للأمريكان وبيسرب معلومات كتيرة جدا للأمريكان، وكان وسيط في فترة من الفترات بين جماعة الإخوان المسلمين والأمريكان، وكان يعني موقفه معروف قبل وبعد أحداث يناير. نزل من المقطم علشان يستأجر شقة في ميدان التحرير علشان يعرف ينقل الأخبار بشكل أقوى. معلوماته كمان كان بيوصلها للسلفيين، وكان بيحاول يسوق للسلفيين في 52 ولاية أمريكية، وكان بيحاول كمان يضعهم بديلا لجماعة الإخوان المسلمين بعد انهيار جماعة الإخوان المسلمين. أخطاء كثيرة جدا وتبريرات غير مقنعة وشكوك في كل تصرفاته، وإحنا كنا فاكرين أنه هو استوعب الدرس في فترة من الفترات حينما تم سجنه وقت مبارك، ولكن دلوقتي بيلعب دور سلبي من خلال مركز ابن خلدون، وبيقول ان هو واقع ضحية برغم من انه سياسي محنك ودكتور مادة الاجتماع في الجامعة الامريكية. ولكن لا ننسى دفاعك المستميت عن موزة وقطر، ده كلام مسجل ومصور وموثق ان انت في فترة من الفترات كنت بتدافع عن موزة وقطر. سيادة اللواء، احب اقول له ان ده عذر اقبح من ذنب، ولما يبقى راجل بعد العمر ده كله يقول لك استدركت. استدركت ايه يعني؟ استدركت ودوك فين؟ ودوك ورا مصنع كراسي يعني مثلا؟ حاجه غريبه. الراجل ده كان عراب العلاقات الامريكيه الاخوانيه. تمام. هو تعرف على الاخوان وهو في السجن، هو بيقر هذا الكلام. وان هو اعتراف صريح. يعني هو ده اعتراف صريح منه. وراح قرب العلاقات منهم، لان انت عارفه ايام مبارك كان في مبارك برضه غلطان، كان خطا يعني. الراجل قال لك انا عشان افضل قاعد اقول للامريكان يعني يا الاخوان، والاخوان دول وحشين. طيب والمنطقه اللي في الوسط دي كل ما حاجه تطلع فيها يبعتوا لها حد يكسرها. اي حزب يطلع يروحوا باعتين له ايه؟ يبقى في كده اشخاص الاجهزه بتحطهم جوه الاحزاب تضرب الحزب تفركشه. يبقى الحزب عليه نزاع ومفيش رئيس ومفيش حاجه. ولما انت كنت تمسك الماده 76 بتاعه انتخابات الرئيس الجمهوريه دي ويقول لك اللي يترشح يبقى عضو هيئه عليا في حزب يكون مضى عليه 5 سنين وما يكونش تنازع عليه. فتيجي قبل الانتخابات مثلا يعني يجي رئيس حزب يتقدم يروح مدخلين له واحد يبوظه. فيفضل الراجل قاعد، هو تخيل ان هو يفضل قاعد ويقول لهم يانا يا الاخوان يانا يا الاخوان. فالناس اللي الناس قال لك ايه بقى يانا يا الاخوان؟ طب ما نشوف الاخوان. فمين اللي عمل القصه؟ هو هذا العراب اللي راح وعمل المقابلات مع سعد الكتتني وخلاه قابل القيادات الامريكيه وابتدت القصه دي. ما انتهاش على كده، بعد الاخوان ما راحت راحوا له بحزب النوم، راحوا له السلفيين، كان هيعمل معاهم نفس اللعبه. فهذا الرجل انا اعتقد انه بالسقطة اللي هو عملها دي ارتكب خطأ كبير، واعتقد ان هو انتحر. يعني ده استاذ اجتماع سياسي. يعني استاذ اجتماع سياسي كيف؟ انا شفت الحلقة، انا شفت الحلقة. هو ما شتمش حد غير الرئيس طبعا. بقول لك شتمته وشتمت القناة وشتمت الرئيس، لا هو شتم الرئيس. يعني بأي يقول له انت عايزني اشتمه؟ طب انا هو اشتم الله. يعني ممكن تكلميني دلوقتي تقول لنا او ما انا اقول كده ابقى استدرجتني فيني استدرجتني؟ لا طبعا. كل الحلقه ان شاء الله اقعد كل الحلقه وما اقولش الكلام ده غير مقبول، وده عذر اقبح من ذنب. وهذا الراجل تاريخه للاسف معروف وله حاجات كتير وله بيزنس وله بلاوي كتير قوي. خلاص احنا نربق بنفسنا ان احنا نتكلم فيه. طيب فعلي. مشاكل بقى الشباب، وانا عارفه يعني دلوقتي الشباب في حاله تذمر واراء مختلفه وفرق كمان، هو ممكن يكون فرق العمر يعني بين الاجيال الكبيره شويه وبين الشباب، هو ده عامل فجوه بين الشباب والناس الكبار شويه؟ شوفي هو المساله مش مساله ايه الشباب. لا هو صوت من الشباب، مش كل الشباب. تمام. مش طبعًا. كل الشباب طبعًا. هو صوت من الشباب. ولكن له تقدير ولا احترام ولا يهمل. لكن الشباب دول انا شايف ان هم ضحيه مجتمع، ضحيه جيل، ضحيه نظام قعد 30 سنه ما ادهمش فرصه يحركهم. يعني بعد ما جت بعد احداث 25 يناير وبقوا يعملوا في الوزارات يقول لك ايه يجيب مساعد وزير من الشباب. ازاي انت تجيبه هو اصلا ما اتعلمش حاجه، هو ما عرفش حاجه؟ هل هو ده تمكين الشباب؟ ما ينفعش. لازم الشاب ده يدخل يلاقوا له في المجالس المحليه. كان زمان الحزب الوطني بيسيطر على المجالس المحليه علشان تفضل تسكت في الناس ما يتكلموش وما يهجوش يفضلوا قاعدين على قلبهم كده. المجالس المحليه دي هي مجالس الخدمات. وهي مصنع المسيسين والسياسيين. يعني السكه بتاعه النائب والوزير لابد انها تمر على المجالس المحليه اللي بيقدم الخدمات.
فكان لازم الشباب دول يلاقوا فرصتهم، أما وإنهم ما لقوش فرصة. تمام. وهم دلوقتي بيعانوا ومتضايقين ومخنوقين وإحنا مفيش وإحنا عاملين. لا، أنا بقول للشباب يطمن الشباب، بس يقدموا، يظهروا حسن نواياهم ويتقبلوا ويدرسوا ويقروا. يعني النهاردة لما الاقي مجموعة شباب يقول لي حق الشهيد حق الشهيد حق الشهيد، يا نموت زيهم يا نعيش. طب يعني تموت زيهم؟ انت عايز تموت يعني؟ هو انت كشاب انت عايز تموت؟ طب لو مت ايه اللي هيحصل؟ تمام. وبعدين انت بتطالب بحق الشهيد. تمام. انا معاك مع حق الشهيد، بس ما هو حق الشهيد؟ حق الشهيد ال 100,000 او ال 150,000 او احاكم اللي قتلوا، او حاكم اللي قتلوا وقت اللي قتلوا. تمام. ولا اني احقق لهذا الشهيد ما استشهد من اجله؟ يعني جنودنا ما استشهدوا في 73، ارواحهم فرحانه علشان هم استشهدوا عشان حققوا الانتصار. طبعا. فانا بقول لشبابنا دلوقتي لو سمحت خلي طلباتكم بما تسمونه بما حق لكم، حق الشهيد والى اخره، الى ان يجد الشهيد ما مات من اجله. تعالوا نشتغل بدل ما نقف ونعطل نفسنا، تعالوا نشوف احنا عايزين نعمل ايه. الشباب، انا شفت حلقه على احد البرامج عن الهجره غير الشرعيه. بيدفع الشاب من دور بيدفع 35,000 جنيه عشان يسيب البلد، علشان يروح مع السنسار يركبوا المركب ويهاجر يروح بلد تاني. ايطاليا تحديدا مثل. لان في مدن، في قرى عندهم قريه كده يقول لك دي قريه روما ودي قريه نابولي. اللي راح رجع عمل قصر وبيت ويقول لك ده جابه من ايطاليا، ده جابه من ايطاليا. فكل الناس عايزه تروح ايطاليا. فبيروح الواحد من دول يستلف فلوس ويجيب 30,000 و35,000 ويركبوا المركب. احتمالات نجاته في المركب مفيش، 5%. واحتمال انه يقبل هناك ويعيش هناك 1%. انت بتستهلك ال 35,000 جنيه دول عشان تخرج من بلدك وتروح بيها هناك. طب اعمل بيهم مشروع. انتوا 10 ولا 100 هتدفعوا 35,000. تعالوا نقعد مع بعض نعمل شركه مساهمه، تعالوا نعمل جمعيه، تعالوا نعمل مشروع. نكسب منه سوا ونكبره سوا ونشتغل سوا. ليه تخرج بره؟ صح. ليه تخرج بره؟ نفس الفكره بالنسبه للشباب او اللي خرجوا، ما هم برضو اللي خرجوا على المعاش المبكر دول خرجوا شباب. كل واحد خد له من شركته 20-25,000، خرج اتجوز على مراته بالفلوس دي. انا بقول له خرجت كده، تعالوا احنا كلنا خرجنا من شركه النسيج. بنفهم في النسيج، بنصلح المكن بتاع النسيج، تعالوا نعمل شركه صيانه بفلوسنا دي ونصون الكلام ده ونجيب بدي فلوس. ابقى باخد معاشي وباخد المكافاه بتاعتي. الروح دي مش موجوده. الولد قاعد قدام المذيعه وبتساله، بتقول له يعني ما تقعد هنا وتلاقي فرصه تعمل، يقول لها ايه؟ فرصه عمل في الحكومه. فرصه عمل في الحكومه على طول. هم بقت يعني انفتك المير يتمرغ في التراب. الحكومه مش بابا وماما. الحكومه ايام جمال عبد الناصر للاسف هو عمل برضو عمل خطا صغير كده. لما عمل قوانين الاصلاح الزراعي وزع 5 فدادين على الناس، على كل واحد. فعلا فرقه رضا عملت اوبريت اسمها 5 فدادين. عارفه كلمات الاغنيه دي كانت بتقول ايه؟ لا ما كنتش ايامها. بتقول طبعا اكيد. بتقول 5 فدادين، فدادين 5 هزرعهم فلفل وشطيطه واغيظ بيهم صاحب البرنيطه. ازرعهم فلفل وشطيطه. طب يا اخي ولا ازرعهم قمح؟ ولا ازرعهم قطن؟ واتسمنهم؟ لا، حقد. يغيظ بس صاحب البرنيطه، انما الارض 5 فدادين ما عندوش مشكله. فدي حاجة تربت في أجيال طلعت إحساسها كله إنها تشتغل في الحكومة، ولما يشتغل في الحكومة يروح ما يروحش عبد الناصر هيأكلني. يعني ما هو القصة مش كده، أروح عمدي وأمشي. أروح عمدي وكان بياخد 17 جنيه ويروح الصبح ويروح شركة السكر ويروح يشيل الجرنان ويشيل البطيخة ويروح الصبح ويرجع يقعد عليها. خلصت القصة على كده. محدش عارف يشتغل. القدوة، غابت القدوة عن الناس. مطلوب إن الناس دي تاخد القدوة. الأجهزة الإعلام اللي موجود تعلم انك تقول حاجات عن الشباب، بس مش تقولهاش بالنصيحة. أصل الشاب على فكرة ما بيقبلش النصيحة المباشرة. وده حقه، يعني صعب تقولي له انت بتعمل كذا اعمل كذا. لا، بس شوف احكي له. انا كنت بقعد احكي مع اولادي، احكي لهم حاجات عليا انا بتضحك، على علاقتي بابويا وامي. واقول لهم حاجات يضحكوا، ياخدوا منها حاجه. كنت دايما اقول لهم ابويا كان بيقول لي ما تقولش الكلمه من بقك قبل ما تستطعمها، لو لقيتها حلوه قولها، لو لقيتها مره ما تقولهاش. صح. لقيت من يومين بنتي بعتالي على الواتساب بالانجليزي جمله، بيفور يو سبيك، فكر وما تقولش، استطعم وقول، بتقولي فكرتني بيك قوي.
جت منين؟ بتاخد الفكره كمان الفكرة وبتحاول تطبقها في حياتك. بتقول انا لقيت دي عجبتني قوي، لا فكرتني بالفيلم. فبنقول بنقول للشباب ارتقي بذوقك، ارتقي بفنك، شوف حاجه تعملها، بلاش قعده القهوه اللي بيقعد عليها طول الليل. انا كان عندي حاجه بتكلم فيها وبقول عايز اقول لهم مشروع. بنقول احنا عندنا 100 مليون تليفون محمول. طيب لو عندي 100 مليون تليفون محمول وقلت لكل واحد معاه تليفونه لو سمحت لما تشحن كارتك مره في الشهر اديني 5 جنيه. كويس؟ ويا شركه التليفونات حطي قدامها 5 جنيه. بقى عندي 10 جنيه، يعني عندي كام مليار في السنه؟ عندي 12 مليار جنيه في السنه. خلاص؟ تمام. 12 مليار جنيه دول اوجههم السنه دي للصح، السنه الجايه للتعليم. بدل ما كل ما حضرتك اطلب واحد على التليفون تلاقي تسمعي اغنيه مش عارف ايه، واذا كنت عايز دوس على كذا خدها وادفع 5 جنيه. برنامج مسابقات عشان اعمله، حتى برامج المسابقات اللي بيعملوا لها الاعلانات بيخلي اللي بيكسب المسابقه، ده التاثير اللي حصل على الشباب. عشان اقول لك ليه الشباب مظلوم. مظلوم يعني لا كده، يقول لك ايه الكنز، اطلب مش عارف ايه 0900 الكنز. كويس؟ وبعدين الراجل يكسب. أيوة. يطلعوا الكسبان ده عامل ايه؟ قاعد في جاكوزي جنبه اربع حسين. صح؟ صح. انت هتكسب. طب كسبت تقول عملت حاجه. لكن لا، بقى المكسب سهل. يجري ورا المكسب سهل. في ناس اهاليها دفعت دم قلبها من 0900 في البيوت دي بيجري ورا المسابقه، هو عايز اي حاجه يعمل بيها دي. صحيح؟ صح. كمان مظاهر الطرف المبالغ فيها اللي بتبان على بعض الموجودين في المجتمع المصري يجب انها تختفي. زي ايه يا سيد الله؟ الافراح. المسابقات العجيبه. اقول لك على مسابقه ضحكت برضه. زمان في الستينات كان في مجله اسمها مجله الجيل. عملت مسابقه اسمها ابو عيون جريئه. كانت في اسكندريه في كل شاطئ من الشواطئ كده في كازينو. كازينو ميامي، كازينو الشاطبي، كازينو جليم كده. فكان كازينو ميامي ده من اجمل الاماكن اللي تمثل فيه البنات والصيف وصخره ميامي والحب والكلام ده كله. كان هنا. فكان كازينو ميامي ده معقل الشباب الحلو. الشباب الحلو اللي هو مين؟ النماذج زي احمد رمزي، شكري سرحان، اللي هو يعني اقصى ما كان بيعمله بيشمر كم القميص او يفتح صدره كده. يوم ما فتح اول زرار ليلى رستم قالت له يا اختي عليك. يعني اتريقت عليه. فعملوا المسابقه دي عشان اختيار ابو عيون جريئه. وصل الى علم المشير عبد الحكيم عمرو وكان وزير الدفاع في الوقت ده ان في مسابقه اسمها ابو عيون جريئه بتتعمل في كازينو في ميعاد المسابقه. بعت عربات الشرطه العسكريه، وقف البوكس بظهره على الكازينو وخد كل المتسابقين حطهم في اللول، حلق لهم ودخلهم الجيش. ياه. طبعا دي مخالفه لحقوق الانسان وهو الاخر والكلام ده كله ما نقولش، لكن شوفي قد ايه. قد ايه كان في ناس خايفه، كان في ناس شعره او شايفه الدنيا رايحه فين. انما النهارده تفاجئ ان فيلم طلع كله دم وكله مش عارف ايه، والممثل بتاعه خد 16 مليون جنيه وقصص شعره قصه كان ابويا زمان يقول لي قصه مش عارف مين. حاجات كده. نماذج اخدوها نماذج سيئه بس. بس انا بقول هم مظلومين. اولا كمان الجيل ده احنا من سنة 73 ابتدى التغيير الاجتماعي في المجتمع. بعد الحرب برميل البترول كان ب15 دولار، بعد الحرب بقى ب45 دولار. ارتفعت دخول دول الخليج، استقطبت المصريين يروحوا مدرسين واطباء ولا اخر. راحوا هناك يعلموهم، اخذوا مرتبات مرتفعة، رجعوا البلد بحاجتين، رجعوا بمستوى معيشي مرتفع فرفع اسعار الدنيا والاراضي وراحوا اشتروا البيوت كلها في مدينه نصر وغيره. ورجعوا بفكر صحراوي، اسلام صحراوي. احنا عندنا هنا بنسميه الاسلام المصري، الاسلام الازهر. الاسلام الوسطي اللي احنا بنعيش عليه. هناك اسلام من يعني هم في هناك كل حاجه، بس رجعوا بما يسمى الفكر الوهابي التكفيري لينا. صدروا هذا الفكر للناس. ده جزء. الجزء الثاني اللي سافروا دول سابوا بيوتهم هنا بلا رعايه. يعني الابن ما لقاش القدوه في ابوه، ما شافوش الصبح. لما ابوه يرجع من الاجازه ويقعد معاه بيحس بغربه، بيحس بيتخنق، ابوه موجود. يعني هو متعود الصبح هو يقوم يروح داخل فاتح الباب داخل الحمام. بالظبط. فبيفتح لقى ابوه جوه، لا ده شيء غريب ان ابويا موجود. ايوه. ما لقاهوش. صح. في نفس الوقت الام راحت تشتغل عشان
يشيل في البيت. فالولد لا لقى الام ولا البنت لقت الام، الا الولد لقى الاب ولا البنت لقت الام. صح. مروا بفتره ما عاشوش فيها، ما شافوش دي. كان زمان التلفزيون القناه الاولى والقناه الثانيه والقناه الثالثه، وتخلص الساعه 12 ينزل النسر على على التلفزيون وخلاص. هو تلفزيون واحد، والاسره تتجمع كلها تتفرج على التلفزيون. بتتفرج على مسلسل واحد في يوم واحد، فوزير نيلي شريهان مش عارف الكلام ده كله، كان بيجمع البيت. انما دلوقتي كل اوضه فيها تلفزيون وفيها ريسيفر وفيها انترنت لوحده. بص تلاقي الاب قاعد في اوضه والبنت قاعده في اوضه، بياخدوا معلوماتهم منين؟ بيستقوها منين؟ بيروحوا لبعض ياخدوا نصايح من بعض، ينقلوا افكار مختلفه، افكار شاذه. التعليم اسأنا تعليمه. أسوأ مدرس نوديه الابتدائي، مع ان المفروض ان افضل مدرس نوديه الابتدائي، عشان ده اللي هيزرع، هو ده اللي هيطلع ده. هو ده اللي هيعلم اللي يطلع. لكن لا، وديله أسوأ واحد. القرى والصعيد، الضابط الوحش وديه اسيوط، المدرس الوحش وديه اسيوط، وديه المنيا، وديه الوادي الجديد، وديه سينا. ليه؟ هو ده طلع الكلام ده. المساله محتاجه تنميه، محتاجه ان الشباب يثق زي ما قلت لك. الشعب المصري ده عايز حد يصدقه. الراجل اللي موجود على فكره السيسي ده راجل الناس بتصدقه، بتحسي هو بيتكلم انه بيكلمك من قلبه، بيأسر الناس بكلام، بس عايز ناس معاه تشتغل. ناس ما تعطلوش، ناس ما تحاولش تلتف حوالين كلامه. هو بينزل الساعه 7 الصبح وبيتمن على الناس انها بتنزل الساعه 7 الصبح، بس ايه اللي بيعملوه؟ ايه الاداء اللي بيطلع منهم؟ ايه الناتج اللي بيطلع منهم؟ عندك رئيس وزراء بتلاقيه 6 مرات في 6 اماكن في اليوم، بس الباقي فين الدنيا دي؟ لما يجي الاقي وزاره زي وزاره الكهرباء فيها لسه اخوان بيشتغلوا فيها، لما الاقي وزاره دي مش عارف، لازم القصه دي كلها تتحل، تتروق، تتظبط. المحافظين لازم يوعوا، المجالس المحليه والشعبيه دي تعمل الانتخابات بتاعتها ويدخلوها الشباب. الدستور اداهم 50% في المجالس المحليه، نتفضل نعمل انتخابات المجالس المحليه، نختبر نفسنا مع المجالس المحليه على ما تيجي مجلس النواب، مفيش مشكله. صح. نجرب ده. هنا الشاب لما هيدخل ويتعلم ويشوف يعني ايه، مد ايده في المطبخ، اصل ايده في الميه مش زي ايده في النار. ندخل شوف الدنيا شكلها عامل ازاي، بتدار ازاي. احنا دوله بيروقراطيه بقى، البيروقراطيه دي لازم تنتهي. تمام. لازم تتعالج. بقول لكل شاب من دول ما تيأسش، حب بلدك لان بلدك بتحبك. هيقول لك ايه؟ وانا خدت منها ايه؟ مش كده؟ ما تقولش اديتنا مصر. لا، الاغنيه دي بتاعت الست عليا والاستاذ حلمي بكر والاستاذ مصطفى الدمراني. كلمات مصطفى الدمراني وحلمي بكر والست عليا التونسيه. تمام. هي قالت الاغنيه دي، قالتها في لحظه من لحظات الوطنيه والاخر، وكنا متمسكين قوي بيها. بس هم دلوقتي بيقول لك ما تقولش ليه. لا صح، فيك حق. قول برضه، قول مصر ادتني ايه؟ مصر ادتك ارض، وادتك عرض، ادتك كرامه. مصر زمان في وقت من الاوقات ضعفت، لا مصر دلوقتي بتقوى. وقف معاها وشد ايدها. ما تخافش، اسندها. مصر امك. يقول لك انت هي حكايه مصر امك دي، لا فعلا مصر ام. مش هيعرف دي على فكره الا اللي خرج بره مصر شويه، يقعد بره شويه ويحسها. بيحسها. كان في زمان اغنيه كده لحد اسمه علاء عبد الخالق، او فرقه من الفرق بتتكلم واحنا مسافرين على الحدود مش عارف ايه، بيبص في الطياره وابتدى يحس. الاغنيه دي لما تسمعها بيحس بنوع من الحنين والرغبه وحب البلد. طبعا. لما يخرج بره ويلاقي ان هو انسان واحد، احنا هنا في مصر ممكن تعيشي باي حاجه، ممكن تخبطي على جارك وتطلبي منه حاجه، هتلاقيه. هو ده الوطن. هي دي مصر، ان انا اخبط على جنبي الاقيه، اعيا الاقيه يسال عليا. صح. هي دي اللي ادتهوني مصر. اتعلمت فيها مش ما اتعلمتش. واتعلمه ازاي؟ الناس اتعلمت ازاي؟ التعليم المجاني ده صحيح التعليم سيء، بس على فكره خرج من التعليم المجاني ده ناس كتير كويسين. اوائل الثانويه العامه طالعين منه، عشان ما حدش يقول لي التعليم كله رايح. صح. التعليم هو اللي عايز يتعلم، هو اللي اخر في التعليم هو اللي اتعلم. ما يكتفيش بالمذكره والورقه اللي بيحفظها عشان يروح يعملها، لا، يقرا، يدور على حاجه يقراها. هتيجي كل واحد شاب من دول برضو بقى، لما احنا انا ابتديت اقول ان احنا السبب واحنا مسؤولين عنهم، هم كمان مسؤولين عنهم، يثقفوا نفسهم مش كده؟ طبعا. هتيجي الشباب دول اللي هم الزعلانين دول، قولي لي قروا كام كتاب؟ قروا ايه؟ ولا حاجه. الكتب مش غاليه، في كتب نزلت مكتبه سوزان مبارك، دي كانت نازله مكتب بلاش. سوزان مبارك يا ستي ازعلوا منها، بلاش، اركنوها. حاجة في مشروع اسمه مكتبة الأسرة، مكتبة الأسرة ده دخل بيوت، دخل موسوعات كانت تكلفتها عالية جدا عشان حد يشتريها، دخل قصص وكتب. بلاش يا عم تقرا موسوعات، اقرا قصص، اقرا إحسان عبد القدوس. ماشي. جميل، أدب عادي خالص يتقري يعني، أصل في ناس يقول لك أنا مش عارف أقرا لمين،
لا اقرا اقرا حاجه، علم نفسك، ثقف نفسك، خد بايد نفسك. الوقت اللي هتضيعه في القهوه والتليفون والموبايل والكلام ده كله، انا شايف ان هو ايه شويه يجي على نفسه شويه. طبعا على فكره عشان احنا كلنا هنيجي على نفسنا شويه، ولسه الايام اللي جايه لسه احنا عندنا ايام صعبه. لازم ناخد بالنا، في ايام صعبه جايه ولازم ناخد بالنا منها. ناخد بالنا من بلدنا اكيد يا سياده اللواء. طيب في بعض الطلاب من جامعه القاهره تم فصلهم بشكل نهائي بدايه من 11 اكتوبر حتى وقتنا هذا، تم فصل عدد كبير جدا من الطلاب، تقريبا 10 من جامعه القاهره، و كانوا في كليه قمة على فكره، يعني في مجموعه من كليه العلوم ومجموعه من كليه دار العلوم ومجموعه من مش واضح قدامي ايه، ولكن اول امس بالامس يوم 29 اكتوبر ده يوم حل جماعه الاخوان المسلمين من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لان كان في محاوله من محاولاتهم وباءت بالفشل لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. يوم 29 اكتوبر سنه 1954 هو حل جماعه الاخوان المسلمين، يعني الجماعه محلوله من زمان جدا. محلوله ده دي قصه الحل، دي قصه يقول لك فين القرار؟ وقرار مجلس قياده السيارة بحل جماعه الاخوان المسلمين ورافعين القضيه كانت من سنه 70 وقدام المحكمه قصه طويله عريضه كده. في داعش عامل حاجه برضو لذيذه في الفتره دي. لذيذه؟ ونبارك لهم، بيعلن تخريج اول كتيبه اطفال ارهابيه. اول كتيبه معانا الصوره، اول كتيبه للاطفال من سن 12 و13 سنه داعش عملتهم ارهابيين صغيرين علشان ايه؟ واخدين الموضوع من اوله، يعني واحده واحده كده الاطفال الصغيره دي بتشيل سلاح. طيب وفي قناه السويس الحصول على النهارده تم الحصول على 2 من رفات اولادنا في الجيش المصري من سنه 73، واول امس كانوا 3 رفات. وتم العثور على لحد دلوقتي بنكتشف حاجات خاصه ب اجدادنا، اجدادنا الفراعنه لغايه دلوقتي يعني بنلاقي تحت الارض مجموعه من الاثار، ورغم مرور السنين الطويله دي تم العثور على المعبد الفرعوني عثر بداخله على تمثال كبير لتحتمس الثالث، وتم تامين المنطقه طبعا وخروج هذه الاشياء من تحت الارض. واول امبارح كانت الذكرى السنويه رقم 41 لرحيل طه حسين عميد الادب العربي. طيب انا النهارده مبسوطه جدا حضرتك معايا واستفدت جدا جدا، ربنا يخليك. وعايزه كلمه اخيره بقى لمصر، يعني الشباب زي ما حضرتك ذكرت لنا ان هم في البعض منهم مش عاجبهم حاجات كتيره في البلد، المصريين لان في حاله بالرغم من تمسكهم الشديد وايمانهم القوي بالجيش المصري والشرطه المصريه، ولكن برضو في حته قلق من الاحداث اللي بتحصل. كلمه طمانينه كده لينا. لا احنا ينبغي على كل المصريين وعلى كل مصري ومصريه انه يطمئن لجيش بلده قوي ومتماسك. تمام. وزي ما قلت لك في الاول الرسائل اللي بيتم نشرها من خلال الشؤون العامه والقوات المسلحه عما يحدث في سيناء يوميا دي بتزيدنا اطمئنان وبتحسسنا بقوتنا. بقول للشباب ما تزعلش، حقك علينا، ممكن نكون غلطنا. لكن خد المبادرة والزمن ليك وما تخافش من العواجيز، لان العواجيز دول خلاص احنا مستقبلنا ورانا، ما عندناش مستقبل، احنا بنعمل عشانكم. انتوا اللي هتعملوا وانتوا اللي هتشيلوا البلد وانتوا اللي هتشوفوها. اذا كان حاجة مضايقاكم دلوقتي اعرف واعلم ومتيقن من انكم وطنيين، المهم تكونوا وطنيين بس ما يكونش بينكم خيانة. في فرق بين الوطنية والخيانة. وقت الحرب مفيش معارضة، وقت الحرب المعارض خاين. وقت الحرب لازم نبقى واقفين مع بعض، احنا في مرحله احنا في حرب، والحرب هي حرب وجود وليست حرب حدود. يا ريتها كانت حرب حدود. حرب الحدود ما اسهل من حرب الحدود، ولكنها حرب وجود. خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من كل الناس اللي بتقول لكم حاجه، مرروا الكلمه على عقلكم قبل ما تاخدوا الاجراء. بس مررها الاول، فكر فيها الاول، فكر في كلمتك اللي انت بتقولها هتجرح غيرك ولا مش هتجرحه، لو هتجرحه بلاش تقول. بشكرك سيادة اللواء عاصم جنيدي، شكرا لحضرتك. انا اللي بشكرك جنيدي، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم على هذه المتابعه، واستنونا في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج ام الدنيا.
أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي نسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، ربت ناس كبرت تحرقها، صبرة وبتدور على طوق تربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى الحياة. تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد، وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح.